بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. اصحاب الهمه والطموح الجامح هم فقط من يصنعون الفارق ويحققون الاحلام المستحيله. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. حلقه مهمه اعتقد عنوانها العريض الاساسي والبارز حقا انه الاهلي. انه الاهلي لانه اللي شفتوه على مدار امبارح واللي ان شاء الله تتواصل انجازاته خلال الفتره اللي جايه يا باشمهندس يؤكد انه الاهلي بجد. احنا امبارح اتكلمنا وقلنا كيف يستبق الاهلي الاحداث. لكن لما تفكر فيها هو ما كنتش تملك طموح جامح مش طبيعي، ها؟ يبدو ان من الصعب جدا تحقيقه، لن تحقق شيء. لو فكر علي لطفي للحظات، عمر لطفي ماشي 1-0، لو فكر عمر لطفي للحظات ان في صعوبات في 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 فكره انشاء النادي الاهلي الوطني وتمصير الرياضه المصريه، كما قال من جاء بعده، ان احنا كنا متخوفين وهو اللي كان مؤمن بالفكره ونجاح. احمد عبود باشا لحد دلوقتي، هو احنا لما كنا استاذ ابراهيم واحنا صغيرين كده مع الدكتور حسن مصطفى وهو بيلعب معانا كوره ومش عارف بيعمل ايه، ورحت عشى هنا بتاع، لو قال لنا واحنا قاعدين في قعده كده انا حابب رئيس الاتحاد الدولي، كان حد هيصدقه؟ لا طبعا، هو كان بيصدق نفسه. فحقق هذا. النهارده كابتن الخطيب ومجلسه وهم لما في فتره الانتخابات قالوا برنامج العيله. انت قاعد بتتفرج يا كابتن ما تلزمش نفسك قوي كده. الوعود دي تقيله، فتكتشف انه بيضيف الى البرنامج برامج وبيجيب لك حاجات كمان ماشي بينفذ في ظل صعوبات متناهيه خلال السنتين اللي فاتوا. وبعدين بيضيف الى فكره انه بيستبق الاحداث وبيحل ازمات قد تحدث نتيجه ان الموارد مش هتبقى كفايه بعدين. فيروح لحلول تقليديه. يعني انت لو جيت كده من 15 20 يوم، وكذلك الاستاذ محمد كمل نفس الشيء، واخد بالك؟ عندما يتلاقى اصحاب الاحلام يفكروا ازاي يبقى في اراده تنفيذ وتحقيق هذه الاحلام، هم يصنعون الفرق. لو جيت انت من 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 مده كده وقلت ايه، وكانت عندي الفكره، هو الاهلي ليه ما اجرلوش استاد كده يقعد له مده طويله ويبقى بتاعه لحد ما يبني؟ بس انا بقول لك خاطره. كابتن الخطيب خدها كفكره قابله للتحقيق، فلقى واحد يستطيع ان يحلم معاه هذا الحلم، بيمثل شركه ماشيه في هذا الاتجاه استادات، ويدرسوا الاثنين. هو انت فاهم ان طلعت كده في صعوبات؟ صحيح، في صعوبات وفي اراده كمان من اصحاب القرار. يعني ملعب السلام ده له اداره. صحيح. وانت عندك خلفيات وفيها تفاصيل كتيرة جدا، لأنه اللي حصل امبارح زي ما قلت لكم برهن على أنه الأهلي بالفعل اللي يقدر يصنع مثل هذه الفوارق الكبيرة جدا، مؤكد فيها تفاصيل وفيها كواليس كتيرة هنأتي عليها. لكنه الأهلي بيستطلع هلال دوري أبطال أفريقيا، بيدخل مباراة مهمة جدا في 9 مساء غدا إن شاء الله الجمعة في استاد الأهلي. في استاد الأهلي السلام، ملعب السلام اللي هو دلوقتي استاد الاهلي، بكره هيستضيف ان شاء الله مباراه الجوله الثانيه الاهلي والهلال السوداني. ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي اختار قائمه المباراه يا باشمهندس اللي هتكون باذن الله تعالى فيها 20 لاعب، محمد الشناوي وشريف اكرامي في حراسه المرمى، احمد فتحي ورامي ربيعه ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير في خط الدفاع، في نص الملعب وليد سليمان ورمضان صبحي وعمرو السلية وحسين الشحات واحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشه والديانج وجيرالدو، وفي الهجوم
مروان محسن وجونيور أجاييه ووليد أزارو وصلاح محسن. يعني في اطمئنان لوجود رامي ربيعه، في كمان محمود وحيد بيدخل القايمه، سعد سمير بعد اكتمال شفاه وجاهزيته بيدخل القايمه، وبقيه العناصر الو ديانج وجيرالدو ووليد ازارو وجونيور اجاييه، يعني الكل مكتمل يا باشمهندس. 20 لاعب هيخرج منهم ظهور اتنين. ظهور لاول مره كمان لسعد سمير من فتره طويله، يعني انت بتحس ان الفريق بيتكامل باذن الله، يتجاوز الفتره الصعبه بتاعه الاصابات الكبيره. ما فيش بقى غير الاصابتين او ثلاثه الحقيقه، ما زلنا في انتظار محمود وحيد. موجود. لا ما محمد محمود. محمود. وفي انتظار كريم نجد. ومتولي. وطبعا ربنا يجيبوا لنا سريعا حمدي فتحي. وتكتمل ان شاء الله تباعا القوة الضربة الحمراء. ريني فايلر قال كمان انه الفريق هيكون على موعد مع مباراة مهمة جدا مع الفريق السوداني، وقال انه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الاهلي بيحترم جميع منافسيه، جميع مباريات البطولة الافريقية تبقى قوية للغاية، واوضح انه قام بدراسة فريق الهلال السوداني بشكل جيد جدا طوال الفترة اللي فاتت، وانه هيكون جاهز بشكل تام ومطمئن لده. قال انه عمليات الاستشفاء تمت للعيبه وطمئنته على جاهزيتهم رغم مواجهه او لمواجهه ضغط المباريات خلال الفتره الماضيه يا باشمهندس. هو طبعا واضح الراجل بيشتغل وبيشتغل بتركيز. ده المؤتمر بتاع النهارده؟ ده مؤتمر النهارده. يعني بيشتغل وبيشتغل جامد جدا. واحنا عندنا المؤتمر ولا؟ طيب هنسمعه بس اتفضل يا باشمهندس. انت سالتني بتقول لي فايلر، بقول لك الراجل بيشتغل وبيشتغل بتركيز وبتفاصيل. لكن احيانا انت زي ماتش النجم ده يدينا درس. وانت في امور ما بتبقاش متوقعها. التلاكيك اللي ممكن تحصل، فهو الجديد اللي لازم يضاف الى، واعتقد ان الكابتن سيد وهو نفسه فايلر هيبقى واخد باله من الحكايه دي، انه لازم تتحط كل السيناريوهات قدامه. طب انا لو دخل فيها جون عكس الاتجاه، عكس سير المباراه، طب انا لو جون مبكر اعمل ايه؟ طب لو جون متاخر اعمل ايه؟ طب كل سيناريوهات لا قدر الله، لو ضربه جزاء ظالمه ازاي اللعيبه تتعامل معاها؟ لو قرارات لحكم مستفزه، لو اللاعب استفزك، كل دي حاجات ما تبقاش مدروسه في التكتيك، لكن مدروسه في الاعداد ومدروسه في التبديل والتوفيق والسيناريوهات اللي لازم تتحط. فايلر كمان اصطحب معاه رامي ربيعه للمؤتمر الصحفي، ودي كمان مسؤوليه كبيره على رامي ربيعه. نشوف فايلر ورامي ربيعه في المؤتمر الصحفي اللي عقد مساء اليوم. السؤال الثاني، موضوع استاد السلام، اذا كانت التمرينات هتبقى مقفوله من غير جماهير ولا لا؟ انا مركز دلوقتي في المباراه بكره، نخلص المباراه بكره كان نتكلم في اي حاجه ثانيه ان شاء الله. très beaucoup que je dois analyser avec notre équipe interne et je ne dois pas dire ça un jour avant le match au public. طبعا هو عنده فكره عن الهلال، وطبعا ان ده شغله كمدرب ان ما يشوف شغلانه ثانيه يعملها، لو هو مش ما بيعيش كل المستوى الفني كل الفرق بتلعبه، بس ما يقدرش اعلن حاجه زي كده على الملأ ليله المباراه في المؤتمر الصحفي. بحب اناقش ده داخليا مع الفريق العمل بتاعي. C'est clair qu'on n'est pas pire parti avec le résultat en Tunisie. On a eu malheureusement aussi avec l'arbitre. Mais avec un départ comme ça, c'est clair, il faut réagir et c'est important pour nous de gagner le match. طبعا بالنسبه للهزيمه في اول مباراه قدام النجم الساحلي، طبعا كان في سوء حظ واحنا خسرنا، وطبعا حاجه زي كده لازم نرجع تاني، والماتش بكره مهم بالنسبه لنا عشان نرجع تاني في المنافسه ونحقق النتيجه. سؤال لمستر ريفي فايلر، يعني عاوز اساله متابعته للبطوله الافريقيه وبدايته فيها،
اي الفرق بالنسبه له اصعب او الشوط اللي فوق اصعب بالنسبه له، فرق شباب افريقيا ولا باقي الفرق الافريقيه؟ طبعا كل فرق ليها نقاط قوه، مش معناه ان فرقه قويه التانيه مش قويه، فيها نقاط قوه مختلفه، وانا بحترم جميع الفرق اللي لعبها وكل الفرق اللي في افريقيا سواء من شمال افريقيا او من افريقيا. سؤال مستر ريلي فايلر، حضرتك في اول تجربه ليك في افريقيا في طبعا يعني فروقات كبيره او فوارق كبيره بين افريقيا واوروبا، حيث الملاعب ورحلات السفر الطويله والمرهقه وكذلك عدم وجود تقنيه الفور، فشايف مستر ريلي فايلر ايه اكثر مصاعب عليه في قاره افريقيا؟ هل الملاعب ولا رحلات السفر الطويله ولا عنصر التحكيم برضه اللي كان عليه تحفظات كبيره في المباراه الاولى؟ Alors c'est une différence, ça je peux confirmer, mais je peux aussi dire, ça j'ai bien appris comme joueur d'abord et maintenant comme entraîneur, il faut toujours accepter toutes les conditions qu'on a. ايه عليك ساعه عشان يكون بروبليم ليكيب لوبيك بيقول حياتك. هو طبعا دي اي صعب موجوده هو المفروض يتقبلها، وتعلم كمدير لازم يتقبل اي صعب ما يصنفهاش يعني، واللعيب برضه المفروض يتقبلها عشان تعمل نتائج كويسه، فهو بيأقلم نفسه على اي وضع وبيشتغل عليه. نعم. بدا من الغيابات في كان الاعلام كله بيتكلم عن غيابات كتير في النادي الاهلي، وانه الاهلي متخوف من مباراه الهلال بالغيابات وضغط المباريات. Alors d'abord, je m'en dis, hein, on a aussi un joueur ici, on peut aussi demander des joueurs. Hein, le joueur, quelques questions? بيقول لك ممكن نسال السؤال ده الكابتن رامي موجود معانا وعشان يلم اسئله على اللعيبه. Et pour votre question, non, ça c'est pas un problème. Peur, on n'a jamais peur en foot, hein. J'ai jamais eu peur, mais je ne connais pas des joueurs qui ont peur. En foot, on n'a pas peur, peut-être on a un respect. Maintenant, on est bien récupéré et tout le monde se réjouit. هو بيجاوب حاجه على السؤال برضه بالنسبه للسؤال ده، بيقول لك ما فيش حاجه اسمها خوف، احنا مش خايفين نلعب هلال او اي فرقه، اللعيبه اي لعيبه موجوده هنلعب بيها، واحنا اللعيبه لعبت مكان تراكم الماتشات المتتاليه، قال احنا عملنا استشفاء بالشكل المناسب اللي ممكن نلعب بيه مع الهلال من غير اي مشكله. سؤالي كابتن خلاص، ما هو جاوب على انهي سؤال؟ هو جاوب. طب في حاجه ممكن اسال ثانيه تبقى الكابتن رامي؟ سؤال كابتن رامي ربيعه، طبعا كابتن فريق النادي الاهلي كابتن رامي، يعني عايزين نطمن على الحاله المعنويه في النادي الاهلي، الجاهزيه للترتيب ازاي وحضور 15000 مشجع غدا ان شاء الله في الاستاد، يعني الجمهور يبقى ليه كلمه سر معاك ومع اللاعبين، شايف ان المباراه ازاي بالنسبه لك والجمهور يا كابتن؟ لا، في البدايه المباراه طبعا بنحترم الفرق كلها في المجموعه ايا كان الاسم اللي هتلعبه بكره، انت دلوقتي خسرت اول مباراه لازم نركز، والراجل زي ما قال من شويه ان احنا نركز في شغلنا ونركز في لعبنا ونركز في المباراه بكره، نحاول نأدي بشكل كويس بكره ان شاء الله ونلعب لعبنا الطبيعي. احنا بادئين الموسم بشكل مميز مع الراجل بصراحه، عامل شكل للفرقه كويس قوي، فاحنا اهم حاجه عندنا بكره التركيز والفرق تبقى بروح المعروفه عنها، واهم حاجه ان الجمهور هيبقى موجود بكره ان شاء الله، ده بيدينا دفعه، واحنا اهم حاجه انت النادي الاهلي معروف عنك ان انت الجمهور موجود عندك، ده بيديك طاقه وبيديك حافز ان انت تلعب وتكسب، فان شاء الله المكسب بكره يبقى حليف النادي الاهلي، واحنا مركزين في الموضوع ده جدا ان شاء الله. في اسئله ثانيه؟ في اسئله ثانيه؟ يعني لفت نظري نقطتين مهمين، وبعدين هيعلق على موضوع الكابتن رامي ربيعه. الراجل بيبدي يا استاذ ابراهيم اهتمام انه ياكد ان كل الفرق الافريقيه مش سهله. طبعا مفيش حاجه اسمها فريق سهل. وانه بيهتم بالتفاصيل ومهتم بكل الناس.
نمرة اتنين عجبني اللقطة انه هو بيسأل سؤال، فهو جاي معاه كابتن رامي ربيعة، قال له الجزء ده يجاوبك عليه الكابتن رامي. في إشارة اشركوا في الموضوع، لا وان اللعيبه ليها دور، انا ما بفكرش لوحدي، دي ليها دلاله تانية. انا بدي اللعيبه ادوار وبديلها ثقه وهم شركائي مش مجرد متلقيين وبس. وعايز اتوقف عند الكابتن رامي ربيعه، ودي نقطه في، ولو ان الاول اقول لك الملاحظه، لما طلع الكابتن رامي ربيعه كان 17 18 سنه مع مستر مانو جيسي، وبسم الله ما شاء الله قوامه وجسمه قوي. فلعب مع الراجل، انا كنت بالصدفه داخل عند مستر مانويل، فيعني اتكلم معاك اتكلم بعد ما خرج، فسالته عليه قال لي الشخصيه مسؤوله وقويه، شخصيته مميزه، لعيب عنده شخصيه. النهارده انت لما يجي فايلر، مستر فايلر ياخد معاه، هو مش كابتن الفرقه انما ياخده معاه وينقي، وهتجد اعتقد انه هيكرر، اظن انه يكرر التجربه دي، هو شكل من اشكال اعداد الكوادر المستقبليه وتحملها المسؤوليه، واعتقد ولادنا قدها وقدود. دي ملاحظاتي. طيب مباراه الغد زي ما قلت لكم هي في الجوله الثانيه، لكن اهميتها الكبيره انه الاهلي لاسباب كثيره انتم فاكرينها وراحت ليها شكاوي للاتحاد الدولي بسبب كل هذه الظروف التحكيميه، خسر مباراه رادس من النجم الساحلي، بينما الهلال السوداني استقبل في ملعبه في الخرطوم فريق بلاتينيوم الزيمبابوي واستطاع ان هو يفوز عليه ويقتنص الثلاث نقاط. النجم الساحلي مسافر لهراري عشان يلعب بلاتينيوم، فدول المباراتين بتوع الجوله ديت، النجم رايح هراري لمقابله بلاتينيوم، والهلال السوداني جاي للاهلي في استاد الاهلي. يعني الفرقتين المستضيفين هم اللي خسروا مباراه الجوله الاولى، والمتصدرين الهلال والنجم هم اللي مسافرين بره الارض. دي جوله مهمه جدا ممكن تقول الكتير. باذن الله تعالى الاهلي جاهز، والاهلي قدها وقدود، وزي ما شفتوا اطمئنان ريني فايلر على كل اللعيبه وجاهزيه اللعيبه، كمان الجمهور يا باشمهندس وثقه اللعيبه في مدربهم. يعني ده كلمه صغيره قالها الكابتن رامي بادين كويس، والراجل الحقيقه يعني بالظبط، يعني هم في ثقه، في ثقة متبادلة وفي ثقة من اللعيبة، ودي مهمة جدا جدا جدا. التذاكر نفذت طبعا، ال 15,000 المسموح بيهم اتباعوا، واتباعوا من خلال سيستم تذكرتي، وأيضا بالفان أي دي بمشروع تذكرتي، ومن خلال كارت أهلاوي، تم دمج النظامين مع بعض وتم منح التذاكر، ال 15,000 نفذوا، في إقبال شديد جدا. بالمناسبة مدرجات ملعب الأهلي الجديد في استاد السلام ساعته 25,000 متفرج، لو قد كده 3 4 5 مرات هيمتلي، لكن كل الامل وكل الثقه ان شاء الله انه الجمهور اللي رايح رايح بحماسه، رايح بوعيه، رايح بحرصه على دعم الفريق، ورايح ملعبه، ورايح ملعبه. هنشوف قصه ملعبه دي، لان لا هي مش كلمه بنتفخر بيها، دي مسؤوليه. بالظبط، انت رايح ملعبك نظفه وسلمه زي ما دخلته، احرص على بيتك، لان دي تجربه ليها تداعيات رائعه بعد كده متوقفه عليك انت. كل الناس عملت اللي عليها، باقي جمهور الاهلي اللي هيعمل اللي عليه باذن الله واكتر. طيب اذا كان التحكيم في المباراه الاولى في رادس اثار الحكم البوتسواني بوندو كل هذا الجدل وهذا الانتقاد العنيف جدا لمستواه، مباراة الغد هيديرها طاقم حكام جزائري، كان المفروض يديرها مصطفى غربال الحكم الدولي الجزائري، لكن استدعي ليكون جاهز لبطولة كأس العالم للأندية، فتم حجبه واستبداله بمواطنه الحلو ابن إبراهيم، ده من الجزائر أيضا هيدير هذه المباراة. الفرقتين حاليا الأهلي بيحتل المركز الثالث في الدوري 12 نقطة من 4 مباريات، له مباراتين مؤجلتين ما خسرش ولا نقطة. الهلال بيحتل أيضا المركز الثالث في دوري السودان، لكن برصيد 22 نقطة من 11 مباراة. آخر حاجة قبل ما يجي الهلال للقاهرة، اعتبر مهزوم في القمة السودانية، كان بيلعب مع المريخ، المريخ متقدم عليه، الهلال والمريخ أهل وزمالك، المريخ متقدم
جمهور الهلال نزل للملعب، الاتحاد الحكم ألغى المباراة، الاتحاد السوداني أصدر قرار قبل أيام اعتبر فيها الهلال مهزوم 2-0، ودي أثرت على ترتيبه طبعا. بالضبط. فبقى ترتيبه في المركز الثالث، لكن مؤكد الهلال نادي كبير وفريق محترم. وهو ده بقى دور اللي أنا عايز أقوله، الجماهير استفادت إيه؟ ما أنت حرمتني من فرصة حتى أن أنا الكامباك بتاعتي اللي كان ممكن تحرم. صحيح. نشوف الكابتن صلاح آدم المدير الفني للهلال السوداني الشقيق في المؤتمر الصحفي قبل قليل كيف يرى مواجهة الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي مشكلة في الحقيقة من الأزمانية في السودان، يبدو أنها انتقلت معي لمصر. يعني أنا صلاح محمد آدم وليس صلاح أحمد آدم. أنا بعتذر لا حتى في السودان، يعني هي مشكلة حتى بس أنا قلت هي في السودان ويبدو أنها انتقلت لمصر. حضرتك أنا أقول صلاح محمد آدم. أنا بعتذر لحضرتك. سعيد جدا لوجودي في القاهرة، ممتن جدا أنا لمصر لأنه تدربت في مصر على المستوى الرياضي في اتحاد الشرطة الرياضي، وتدربت على في مصر على مستوى عملية سابق قضاء الشرطة، فممتن جدا لمصر، أحب مصر جدا، سعيد جدا بوجودي في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم، وسعيدين جدا جدا إن احنا في مصر، ونتمنى التوفيق إن شاء الله. الأسود. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم، وبجد نحن سعيدين جدا متواجدين في مصر، وإن شاء الله نتمنى التوفيق إن شاء الله. أكيد الأهلي تعثر وعنده دوافع كبيرة جدا، والأهلي دايما عنده روح الفوز دايما في المباريات، ولن يتخلى عن الفوز في هذه المباراة خاصة إن المباراة على أرضه. أكيد عامل حساب كل السيناريوهات دي ودارس فرق الأهلي كمان بالنواقص العددية اللي هتكون موجودة. تقديراتك إزاي شايف إزاي المواجهة دي يعني بهذه الخواص؟ يا عم أنت كتبت النهاية، يعني الأهلي لن يتخلى عن الفوز خلاص، يعني ما فيش داعي للتحضيرات. أنتوا دايما بتعشقوا التحدي. اللعب مع الاهلي في حد ذاته يعني شيء ممتع وشيء جميل، لانه واحد من الفرق اللي تعتبر يعني رسمت تاريخ كبير جدا على مستوى كره القدم في العالم ككل، وليس على مستوى كره القدم في افريقيا فقط. احنا سعداء جدا باننا بنلاعب فريق القرن، وسعداء جدا باننا بننتمي للهلال، فريق كبير جدا في القاره الافريقيه، فريق كبير جدا في السودان، بنحمل امال وتطلعات 37 مليون ما زي الاهلي يعني 120 مليون. ونتمنى ان شاء الله اننا نقدم مباراه تليق بالعلاقه الطيبه جدا بين الشعبين، وتليق بالمستوى الفني للمسمار الكبيرين، ونسعى بجديه شديده جدا لاننا نخرج بنتيجه ايجابيه من هذه المباراه. طيب مباراتنا مع الأهلي فريق كبير جدا، والهلال برضه فريق كبير، فنحن إن شاء الله جاهزين ونقدم نتيجة إيجابية إن شاء الله. على الهلال ولا على الجمهور عاد ما هو
سؤال بالنسبه للكابتن عمار، الحمد لله يعني تعافى تماما وشارك في اخر مباراه دوريه اداها فريق الهلال يوم السفر الى القاهره. من ناحيه فنيه ومن ناحيه بدنيه ومن ناحيه صحيه هو جاهز تماما، بتبقى بعد المساله بتاعت الخيارات الفنيه بتاعتنا نحن كجهاز فني، ودي قد يكون موجود وقد لا يكون موجود. الجمهور الزياده بتاعت الجمهور، شوف كره القدم متعاده في الجمهور، يعني كره القدم بدون جمهور لا تسوى اي شيء، واذا كان الجمهور حيشكل ضغط فالضغط سيكون على الاهلي وليس علينا. سؤال متعلق موجه للكوتش صلاح مروان، مستوى الهلال في الفتره الماضيه مستوى متباين لحد البيت، بالذات المباراه الاخيره امام بلاتينيو، نعم حققت المطلوب انتصار لكن بدون هدف، نقاط واضح. جماهير الهلال متخوفه من مباراه الاهلي كثير بمستوى الهلال في الدوري المحلي ومباراه بلاتينيو، فدائما نشوف الجاهزيه بتاعت الهلال والتعامل كيف مع صلاح في مباراه الاهلي. والله طبقا لاشياء كثيره جدا يعني كانت موجوده في البلد، الدوري غير منتظم، الظروف السياسيه اللي كانت موجوده في البلد اثرت على اعداد الفريق، النقص اللي موجود في الكشف بتاع فرقه الهلال كله اثر كثير جدا، الضغط بتاع المباريات الكثير جدا علينا في الفتره اللي فاتت قد يكون اثر على المستوى بتاع اللاعبين. انت بتخوض تلعب في المنافسه بتاع الدوري ابطال، لا مجال فيها للحديث عن عروض دعوه والى مباريات بتاع النتائج. دائما بيكون اداء تكتيكي لغرض الوصول لنتيجه معينه متقدمه. فنامل الله انهم يكونوا في الموعد في المباراه القريبه. طيب كلا المدربين بيحترم الاخر، بيحترم الهلال وفايلر، وطبعا كلنا بنحترمه، تربطنا به وشائج وصلات قديمة جدا، وهو أهل السوداب. أيضا مدرب الهلال عارف قدر الأهلي وأشاد بالأهلي وأوضح هذا في مؤتمره، لكن الحقيقة أن مباراة الهلال يا كابتن إبراهيم مباراة مفصلية مفصلية. طبعا أنت ضغط النتيجة بتاع النجم الساحلي حطيتك، وفوز الهلال حطيتك انك يعني يا تفوز يا تفوز. ان شاء الله نفوز ان شاء الله، وفالوا عليه الكمال لانه زي النهارده ولكن في 93 كان الاهلي بيفوز ببطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس للمره الرابعه في تاريخه، فاز على افريكا سبورت الايفواري 1-0 بهدف عادل عبد الرحمن نفتكره. القادم في استاد القاهرة مباراة اعتزال نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن ربيع ياسين، وتتخطف وماشي وماشي وبالعرض على رجلين وتتخطف وتاني اسامة وفي بينالتي حيبان في ضرب الجزاء حارس المرمى جرابو بيتحرك، وطبعا هنا المساله بتبقى شد عصبي والمفروض عادل ينسى خالص، وضربه الجزاء وعادل عبد الرحمن وجول 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 يا عادل عبد الرحمن بيجيب اول جول للنادي الاهلي النهارده واول اهداف المباراه، وقلت لحضراتكم ان كل دقيقه بتمر من المباراه والاهلي متعادل فهي في صالح النادي الاهلي. بعد كده ابتدت اعصاب افريكا سبورت يعني يفقدوا اعصابهم شويه، وابتدى النادي الاهلي يضغط واحرز هدف غالي وعزيز عادل عبد الرحمن من ضربه جزاء في الدقيقه ال 12 تقريبا. هنشوف مره ثانيه ضربه الجزاء. وحطها
بطولة تدخل الكابتن عادل عبد الرحمن التاريخ، 1-0 أهدت الكأس إلى النادي الأهلي. طيب مباراة بكرة، الكفة بين الأهلي تاريخيا الأهلي والهلال فيها تكافؤ مش طبيعي. لعبوا مع بعض قبل مباراة الغد 6 مرات، الأهلي فاز مرتين، الهلال فاز مرتين، اتعادلوا مرتين. الأهلي سجل في الهلال 4 أهداف والهلال سجل في الأهلي 4 أهداف. لا فريق طبعا قوي، الندية موجودة وجماهيريته موجودة والتركيز مطلوب، وإن شاء الله الفوز للأهلي. بعد الفاصل هنشوف ماذا حدث بالأمس وكيف أنه حقا النادي الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. لأنه بالفعل هو الأهلي، فجأة امبارح الكل تفاجأ أنه الأهلي على موعد مع إعلان حدث كبير جدا، حدث بيمثل نقلة نوعية كبيرة في حجم استثماراته، في استشرافه للمستقبل، في العمل المجتمعي الكبير جدا لخدمة أعضائه وجماهيره. فيعلن عن باقة من المشروعات الاقتصادية برؤية 2045 في توافق تام وتناغم مع الرؤية الاستراتيجية لبناء مصر الحديثة. إزاي تشتغل في المستقبل، إزاي تعيش مش في بكرة، بتعيش في 2045، تبني للمستقبل بكل تركيز يا باشمهندس. ما هو أنت دلوقتي لان كان التفكير ده واقعي جدا، مشروع الاستاد الحلم انك تمتلكه هياخد بعض الوقت لاستثماراته الضخمه جدا، ولانه لازم يتعمل متعدد الاغراض. يعني هو هيبقى سوق وهيبقى القنده وهيبقى استاد وهيبقى محلات وهيبقى كافيتريات وهيبقى حاجات كتير وسينمات وحاجات كتير. فالعمل الانشائي بتاعه عمل ضخم جدا 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 يعني. وعايز كلام كابتن خطيب لما تخلي بالك امبارح قال كلمه كده الناس مش عارف ليه لحد دلوقتي ما ركزتش عليها قوي. قال لحد ما نبني استادنا اللي هنبنيه بجماهيرنا وبمسانده جماهيرنا باذن الله. اذا انت هتروح نمره واحد تفكر ازاي تعمله بمواردك الذاتيه. جزء من مواردك الذاتيه وثروتك الحقيقيه جمهورك العريض. وانا في التسويق من اول يوم بقول إن أنا لو أنا النادي الأهلي جمهوري بدل ما يزيد كل سنة 1% قال 1% يبقى أنا خسران، لأن كل المعايير بتاعة القيم التسويقية مرتبطة بحجم هذا الجمهور وأيضا إيجابيته. إيجابيته يعني إيه؟ يعني لما أحتاج لك وأقول لك كذا يبقى إحنا بنسمع كلام بعض أو مصدقين بعض أو بنحلم سوا وبنساعد بعض وما نستناش. ممكن بقى وأنا في ماشي كده تجي لي مساعدات اقتصادية إزاي برضو بمقابل، يعني أديك حاجة عايز أسوقها أعرف أسوقها بسرعة. مش عايزين أكتر من إن إحنا نؤمن إن إحنا نملك أدوات تحقق أحلامنا. طيب كابتن خطيب فاجئ الجميع بعد ما اعتمد من مجلس الإدارة وبعد ما كان عارض على السادة أعضاء مجلس الإدارة فكرة المشروع أولا بأول، وكان عارضه على اللجان المختصة في النادي، اللجنة القانونية الكبيرة برئاسة المستشار محمود فهمي ومعاه مجموعة من الخبراء القانونيين الكبار، كمان اللجنة التجارية أو لجنة التسويقية برئاسة الدكتور سعد الشلبي اللي بذلت مجهود كبير جدا في بحث الجوانب التسويقية للمشروع، الجدوى التسويقية لهذا المشروع. فبالتالي بعد ما استوفى كل هذه التقارير الفنية المهمة تم عرض الأمر بكافة تفاصيله النهائية على مجلس الإدارة، أخذ موافقة مجلس الإدارة، ثم تم توقيع البروتوكول وسجل محمود الخطيب هدفا ولا أروع. ونفكركم بكلمته امبارح. أنا عايز أبتدي مع حضراتكم في اليوم اللي احنا بيسعدنا جميعا. أبتدي من البداية، من حوالي 3 أو 4 شهور تقريبا كانت مجرد فكرة إزاي النادي الأهلي يكون عنده وحدة الأهلي اقتصادية، وحدة كاملة كويس، يكون النادي الأهلي بمسمى النادي الأهلي، بكيفية استخدام أو استغلال لوجو واسم النادي الأهلي على وحدة اقتصادية، مش مجرد
شيء تجاري، لا كمان شيء مهم جدا زي ما قال أخونا محمد، إزاي النادي الأهلي ليه دور في التنمية المجتمعية، إزاي النادي الأهلي ليه دور إن احنا نتواجد جوه صعيد مصر إن شاء الله كبداية، إزاي النادي الأهلي يفكر في أعضائه في رياضيه في النشء الجديد اللي طالع، إزاي نوفر لهم كل السبل بإذن الله إنها تكون سبل إن شاء الله ينجحوا بيها بإذن الله. علشان كده يعني مجرد ما الفكرة اتطرحت ابتدينا نفكر فيها، خدناها مأخذ الجد ان النادي الاهلي يكون لوحده اقتصاديه، الوحده الاقتصاديه متمثله في اربع حاجات، استاد زي برضو قال محمد، استاد السلام يكون باسم النادي الاهلي لحين الحلم الاكبر بتاعنا احنا استاد النادي الاهلي ان شاء الله اللي هيبني جماهيره واعضائه وابنائه الصغيرين باذن الله. مع استاد السلام ازاي يكون موجود نادي جوه صعيد مصر، يكون النادي الاهلي اول نادي يعني يصل لصعيد مصر، نكون متفاعلين مع اهالينا واخواتنا في صعيد مصر، ازاي النادي الاهلي يفكر في اعضائه وفي جماهيره. الجزيره مكان صغير وده الاصل بتاعنا، هو نادي الجزيره هو ده البدايه بتاعتنا، الجزيره كله 18 فدان، ما عادش في منفذ ان انت تسهل ازاي على الاعضاء، فهنا كان في فكره ازاي المجمع السباحه التربيه والتعليم، عشان كده السيد وزير التربيه والتعليم احنا بنشكره جدا، يكون مجمع السباحه بتاع التربيه والتعليم الشركه استادات هتقوم بتطويره بالكامل، والنادي الاهلي هو اللي بيستخدمه بالكامل لمده 25 سنه. اعتقد ده في خدمه لاعضاء النادي، في خدمه لاولادنا الابطال، النادي الاهلي كمان يستغله ويستغله تجاريا كمان، فده شيء مهم جدا، اعتقد من الحاجات المهمه جدا. كمان النادي الاهلي قلنا الاستاد وقلنا الصعيد وقلنا المجمع السباحه وكمان القناه، قناه النادي الاهلي كان في رغي كتير وكان في يعني كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت على قناه النادي، احنا بنحاول بقدر الامكان نسعى دايما يكون في تطوير. شركه برزنتيشن الاول دلوقتي اتنقل العقد لشركه استادات، وانا شفت ان الاربعه مع بعض تجاريا وتسويقيا ممكن يعملوا خدمه كويسه، ويكون هناك تطوير لقناه النادي، ويكون هناك عوائد باذن الله للنادي الاهلي من هذا الامر. فلقيت ان هناك في مكسب الحمد لله يعني مالي وتجاري للنادي الاهلي، وده حقه لان ده اسمه. الحاجه الثانيه ان زي ما قلنا يكون هناك خدمه لجماهير النادي الاهلي، ازاي جماهير النادي الاهلي، الاستاد بتاع النادي الاهلي ده الاستاد السلام ان شاء الله اللي هو استاد النادي الاهلي القادم باذن الله، او اللي احنا بنسعى ان احنا نكمل البروتوكول التعاون ده او مذكره التفاهم دي لعقود باذن الله في خلال شهر من دلوقتي، ان احنا نوفر بقى جماهير قد كده. كان بالنسبه لنا متاثرين جدا ان جمهورنا عشان يروح ورانا برج العرب ويسافر ويرجع في نص الليل، حاجه بالنسبه لنا كانت مزعجه جدا، لكن ما كناش عارفين نعمل حاجه. إن اعتقد بوجود الاستاد السلام هيكون هناك مكان لجمهورنا الى ان نعمل استادنا، او ان شاء الله نبتدي في استادنا، ووقت ما يخلص احنا بننقل هذا الامر الاستاد ده بيروح بقى استاد الاهلي باذن الله ان شاء الله باذن الله. يعني اتمنى ان احنا ننجز هذا. كمان الاستاد ده فيه توفير استاد السلام، هيتم انشاء فيه ملعبين فرعيين، وهيتم انشاء استراحه للناشئين النادي الاهلي، فمعنى كده ان انا كل فرق قطاع البطوله اللي في مدينه نصر هيتنقلوا الاستاد الاهلي الجديد باذن الله اللي هو اللي احنا بنتفق عليه، عندهم ملاعبهم، عندهم هيتعمل زي طبقا الاتفاق، هيتعمل غرف ملابس وهتعمل استراحه لاولادنا اللي هم من الخارج، يكونوا كلهم هناك في الاستاد الاهلي الجديد ان شاء الله. ده هيوفر وهيدي خصوصيه ان شاء الله خصوصيه لاولادنا باذن الله ان هم يركزوا اكتر، ان هم يكون اهتمام وتركيز اكبر باذن الله. لكن كمان هيكون في فايده اخرى لاعضائنا في النادي الاهلي، نادي الاهلي الجزيره، نادي اهلي مدينه نصر، نادي اهلي الشيخ زايد، ان شاء الله التجمع قريب باذن الله، اللي احنا النهارده مضينا خلاص بروتوكول مع الهيئه الهندسيه لبدء البنيه التحتيه كمان في نادي التجمع ان شاء الله. احنا امبارح استعرضنا القرارات
وحللنا جزء منها يا استاذ ابراهيم بقدر اللي سمح به الوقت، ولكن ان لما يتسمع الكلام من رئيس النادي بالطريقه دي في مرتب جدا في السرد بيدي الكبسوله بحيث ان تقدر تستوعب بسرعه الخطوط العريضه لكل المزايا التي يتم تحقيقها. انا عايز اقول في حته حمام السباحه، حمام السباحه التربيه والتعليم ده احنا من سنين بنستخدمه وكنا بنأجره، بس بنأجره ساعه واحده في اليوم مع حمامات اخرى في اماكن اعداد متزايده جدا، وما تقدرش تجور على الاعضاء اكتر من كده وتضغط عليهم اكتر من كده. طب اشمعنى حمام التربيه والتعليم؟ لانه ملاصق للنادي الاهلي، ملاصق يعني هو في شارع صالح سليم المواجه بالزبط لسور الاستاد تيتش بالظبط. فانت بتتمشى يعني اللاعب يعني بالترينكس بتاعه بيخش يتمرن ويرجع، بتنزله في ناديه برضه جنب النادي بتاعه. لما انت هتاخد هذا، اولا بتزود الكفاءه الفنيه، عدد ساعات بتزيد في التمرين، زائد ان بيقول لك هنستخدمه تجاريا. انا بدفع 4.5 مليون بس اقدر اطلع اكتر منه في استخدام حقوق التجاريه في هذا الحمام. طيب لماذا وافق الجهات الرسميه التي تملك حق استيراد القرار في هنا وفي الصعيد وفي استاد السلام وفي كل حته؟ لو لم يكن الاهلي بيمثل وجهه محترمه تعي دورها المجتمعي وهناك ثقه في هذه الوجهه، يصعب تسويق مثل هذه الامور وتحقيق هذه الاحلام. انت رايح لانك انت النادي الاهلي، انت خدت عنوان لانه الاهلي، لانه الاهلي الذي يمثل قيم جميله اي حته بيروحها بينميها، وبينميها كمان مجتمعيا واخلاقيا، وبتدي يعني فرصه ان الناس يعني بناء المواطن السليم يبدا من هنا، من الثقه في حد سليم يتعامل معه. فاعتقد ان احنا بنجني ثمار كتير. ناس كتير تقول لك هو انتوا بتتشتموا وبتسكتوا، هو انتوا مش عارف ايه. لان المردود اهو، الناس شايفاك متمالك نفسك، مقدر دورك المجتمعي، وما بتسكتش، ده انت بتروح وفي نفس الوقت بتروح للجهات المسؤوله بالطريقه الصح بالظبط، للقناه المشروعه والقانونيه. واليوم وغدا هو ده منهجنا. ما حدش بيسكت. اسهل حاجه يا استاذ ابراهيم انك تنفعل وترد. واحد يشتم يربكك تروح شتمه، ضيعت حقك. طيب الصمت والاتجاه الى الجهات المسؤوله المشروعه والقانون هو اللي بيجلب الحقوق والاحترام. طيب كابتن خطيب قال في الجمله او في الكلمه بتاعته جمله خدمه الدور المجتمعي للنادي الاهلي، ودي مساله ازاي الاهلي فيها بيقوم بدوره تجاه وطنه. لانه شوفوا، مش بس ان انت متسق مع التوجه العام للدوله في البناء الاستراتيجي، انك معني بالمستقبل، انك بتبني للمستقبل، لا كمان لما الدوله تكون معنيه بخطط مستقبليه جاده ومستدامه في الصعيد، يكون الاهلي موجود برسالته وموجود في اقصى جنوب البلاد، موجود بدوره وبقيمته وبرسالته وبشعبيته وبأهميته وبتأثيره في الشباب في أقصى جنوب الوادي، في الفرع الجديد اللي هيكون للنادي الأهلي في الأقصر، مكان نادي طيبة في الأقصر. انت بتصلح ما انت بتجنني. انا اللي بتأكد منه بقى بصطادك في الأقصر. ماشي طيب، بس انا اقدر اقولها الأقصر، انت ما تقدرش تقول الأقصر. لا ما اقدرش انا اقول انت الأقصر بلدنا. طيب يكون الأهلي موجود برسالته في أقصى الجنوب اتساقا مع الأهداف العامة للدولة، كمان في الخطط التنموية المستدامة للمدى الأبعد. نيجي للإستاد، وزارة الإنتاج الحربي مشكورة برئاسة اللواء محمد العصار، عملت إستاد الإنتاج الحربي بهذا الشكل. لكن لما يكون الأهلي نتاج هذا العمل، أنت هتتكلم عن الإستاد؟ أقترح عليك حاجة، وري الناس وعرفهم على الاستاد عشان يبقوا متابعين ايه الاستاد الاهلي ده هيبقى عباره عن ايه. طيب قبل ما اوريك نسمع الاول كلمه الاستاذ محمد كامل، لانه محمد كامل عريس الفرح، لانه فعلا لو انتوا تتذكروا
مش بس قدرات هذا الرجل التسويقية ولا دوره الكبير جدا الحقيقة في تفجير آليات حديثة للاستثمار الرياضي في مصر. إزاي فعلا الكل حتى المختلفين معاه. أنا أقول لك على حاجة، أكتر حد كان مختلف مع محمد كامل في اتحاد الكرة المجلس اللي فات المهندس أحمد مجاهد، ومجاهد كان على خلاف كبير مع محمد كامل وهو بيدير شركة بريزنتيشن، كنت عارف تفاصيل كتيرة بينهم. وإذا بأحمد مجاهد من 3-4 أيام كاتب بوست إنه أي حد يختلف مع محمد كامل لا يختلف أبدا على دوره المؤثر جدا في صناعة كرة القدم باستثماراتها الحديثة، وإنه هيذكر له التاريخ بشكل كبير إنه كان له دور فاعل جدا في تطوير منظومة الكرة المصرية اقتصاديا. عشان كده لما تفتكر توقيع عقد رعاية النادي الأهلي، إزاي هو كان ممتن بخبراته التسويقية اللي أنت تعلمها بقيمة النادي الأهلي وحجم النادي الأهلي. في اللقطة بتاعت توقيع هذا العقد وقتها وعنده كل السعادة لقيمة النادي الأهلي والحجم التعامل اللي حصل مع النادي الأهلي، وقال ساعتها إنه كواحد مسوق شاطر لو ما عملش حاجة بعد هذا الديل يكفيه. هو أنا بقول إيه؟ الديل ده أفرز الديل ده. آه، نفس الإيمان بقدرات الأهلي. ليه بقى؟ آه، هو دخل. آه. دخل من بره عارف قوة الأهلي. آه. طب هو لاعب الأهلي بقى أو لعب معاه. شاف حاجة بقى، شاف حقائق أخرى تخليه وهو يراهن على نجاح تاني. يراهن على نجاح أكثر لشركة وطنية أخرى. أكثر حداثة وغموض. آه. الخطوة المعمولة دي ملهاش سابقة. أيوه. يعني فكرة الوحدة الاقتصادية إنك تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا. وأولاً خلي بالك من نقطة مهمة جداً، أنت بتحقق لي إيرادات وبتوفر عليا مصروفات. آه. يعني الناس اللي عمالة تحسبها يقول لك إيه 60 مليون ولا 55 مليون؟ لا احسب لي اللي وفرته عليا. زيه. إن لم يزد يعني. لا قول زيه. آه. ممكن يقل حاجة بسيطة، خلينا واقعيين. يعني أنت وفرت لي غير بقى الامتيازات الفنية. أوه. وبعدين في بالإضافة للرقم ده تقدر تسوقها أنت فتعمل. أيوة. منها إيرادات مختلفة. أيوة. زائد أنك أنت كنت عامل فكرة لسه ما حد بكر الأسوار النادي الأهلي في مدينة نصر وفي الجزيرة. فطبعا ده لما تخش ويتسوق، وخلي بالك هو هيجي يسوقها لو كسب منها. هو لسه ما خدش إيه بقى؟ لا التجمع اللي ما اتعملش، ولا الشيخ زايد اللي لسه صوره ما اتطورش. فتخيل إن أنت النجاح ده قد يحقق لك، أو بإذن الله سوف يحقق له دخل روافد تانية. لا مضاعف بقى، لأن خلاص الناس عرفت ده يجيب كام السوق ده، القيمة كام. إنما أنت في الأول لازم تهدي، والأول طب بس جرب دوق دي، زي ما تخش في أي حتة يقول لك دوق دي. في الأول تدوق دي، وبعدين تقعد تاكل وتدفع المبلغ اللي يطلب منك. فأنت النهاردة أنا شايف منتهى الحصافة. وأنا ليه قلت أصحاب الهمة؟ والطموح الجامح مش العادي. الطموح اللي يبدو للناس ايه يا عم انت بتقول ايه يا عم انت؟ يعني ما هو ناس كتير جدا وشركات ممكن تكون مخضرمه تعرض عليها هذا العرض تهرب منه. او ما تاخدوش بالجديه. دي ده سور مدينه احنا ده السور اللي بنتكلم عليه، المساحه اللي مكان الشعار ده يا جماعه السوداء دي كلها، دي المساحه الاعلانيه بيسموها بانوهات جواها. بانر ده يتشال ويركب الاعلان المضيء. شايف الجمال؟ شوف انت تمشي حوالين السور بهذا الشكل. هيبقى حاجه جميله جدا. اضافه جماليه وتدي كمان نوع من الشخصيه الفنيه كمان، التامين. انت حاجه مضاءه طول ليل يعني، هتبقى انت لا ماشي في شارع كده تحس ان انت في حته مختلف. مختلف. متوهجه. فانا بقول ان المشاريع دي عايزه واحد زي الاستاذ محمد كامل اللي اثبت ان هو لما بيفكر بمخاطره محسوبه، ومن اصحاب الهمه اللي هم يستطيعوا ان هم لما يصدقوا حلمهم يحدثوا الفارق. يصدقوا حلمهم، صدق حلمك وبقى عندك اراده السعي اليه. كلنا لو عملنا كده
والله بلدنا دي هتروح في حته كلنا هي ده هو ده الهدف بقى. كلنا ازاي فعلا الكل نتاج فلما يلتقي بواحد صاحب همه برضه يستطيع ان هو يخش هذه المغامره معاه ويملك بقى ايه؟ ماذا يملك الاهلي في القصه دي؟ تاريخه واسمه والصوره الذهنيه بتاعته. ها دول تمنهم يا جماعه استثمار دائم لا يبلى. طول ما انت بتعمل له الصيانه، ايه اللي هي الصيانه؟ بتتمسك بثوابتك وبتسعى لتطوير نفسك. انت ماشي زي ما انت، يتغير الافراد، اوعى تغير السياسات. السياسات ممكن تتغير في تفاصيل التنفيذ، لكن فلسفه انك تحلم وتصدق حلمك وتروح للصالح العام وتظل بشموخك ده مقدر مسؤوليتك المجتمعيه وما انتش عبء على الدوله، بالعكس انت صوره مشرقه لها وبتساعدها في تحقيق اهدافها في بناء الانسان، هتلقى الجزاء انك الناس تحب تشتغل معاك وتجرب كل الامور اللي غيرك او غيرهم ممكن ما يصدقهاش بالطريقه دي. طيب قبل ما نسمع محمد كامل، عايز اسالك انت كخبير تسويق، جديد علينا فكره الاستثمار في المنشاه. يعني كنا بنتكلم الاستثمار في الفرقه في النجوم، ده انما انت يعني ده اهم حاجه. طول عمرنا نقول عايزين نبني الاستاد ليه؟ لانه في موارد استثمار رهيبه. انت عارف انت يعني كان في مشروع واعتقد ان هو الى حد ما يعني اتنفذ بس على الضيق، ان تسميه المنشات استاد تيتش قاعه صالح سليم او عبد الله الفيصل او صالح عبد الله، يبقى اسمها ايه مدرج كذا في استاد التيتش. اسم المدرج تاخده شركه. وده دي حاجه مش احنا يعني استحدثناه في وقت ما. مانشستر يونايتد كان واخدها شركه من شركات المحمول المالتي ناشونال، وكانت دهناها بلونها وده مدرجها. المنشا بيسموه تانل او قناه من قنوات التسويق. اليه من الات التسويق اللي عندك، اضافه من اضافات التسويق اللي عندك. والكابتن الخطيب ومجلسه شغالين على دي بنجاح مبهر، واضافوا بقى وحدات تسويقيه جديده اهو. هو الجديد انك انت، ولو انها كان حلم من الاحلام انك تروح تعمل فرع في محافظه من المحافظات بالظبط، فتبتدي في الصعيد. هو ده هو الاهلي عنده هذا الهدف. لو انت تذكر مجلس الاداره كان ساعه، وكابتن الخطيب كان زار محافظه اسكندريه، وعلى فكره تمهيدا لشراء ارض في الاسكندريه. وباذن الله وانا اعرف ان في جهود كتيره مع المحافظات المعنيه لشراء اراضي، وباذن الله يتم هذا الامر. وباذن الله تنتشر في المحافظات يعني الاخرى. يعني مجرد نواه، كل تجربه هي اللي بتفرز اللي بعديها. اعملها صح وشوف المجتمع ايه اللي حصل فيه. تاثير ايجابي. اتطور، الدنيا حلوت، حققت الاهداف بتاعتك، كله هيسارع ان او يسارع انه يكرر التجربه الناجحه. انما هي الطلقه الاولى، والطلعه الاولى اهم حاجه. انت عملت الطلعه الاولى الصعبه وبشركاء حقيقيين مسؤولين عاشوا معاك حلمك وصدقوه وساعدوك. شكرا لكل من ساهم في تنفيذ هذا الحلم، اللي هو يمكن الناس يقول لك بقى انت جاي تقول لي ان 500 مليون جاي فرحان قوي بال 60 مليون دول. لا، انا فرحان بيهم لسبب. زي ما قلت لك، هم وفروا افرض 40 يبقى عندنا. طب مثلا احنا اتكلمنا على القناه ولا لسه؟ لسه. هو انت مش هتجيب لنا تقول البيانات دي وبعدين تجيب لنا استاذ محمد كامل عشان طيب نعرف نتكلم، الناس تبقى متابعه معانا. يا استاذ ابراهيم عايز مش عايز اسبق الاحداث. استاد الاهلي، استاد السلام اللي عملته شركه الانتاج الحربي، وهو مملوك لشركه الانتاج الحربي دلوقتي، شركه او شركه الاداره هي اللي بتدير حق المساله، واخد بالك حق الاداره، شركه الاداره والاهلي، الاهلي حق الانتفاع لهذا الملعب لمده 25 سنه في ايه الاستاد. هذا الاستاد انشاته وزاره الانتاج الحربي ايمانا منها بدورها الرياضي في 2009. سعه الجماهير، انا اتذكر ان اول ما طلع الاستاد كان نجيل صناعي كمان، وهو نجيل طبيعي وتم تطويره كمان قبل كاس الامم. سعه المدرجات بتاعته 30 ألف مشجع.
في 18 بوابة، في جراج كبير بيتسع ل 4000 سيارة، في مهبط طائرات، في 10 قاعات للمعلقين، في 4 غرف تغيير ملابس، وفي غرفتين للحكام، في قاعة للمؤتمرات الصحفية مجهزة على أحدث الوسائل بتسع 120 فرد، مساحته 105 في 68 متر. دي شايفين انتوا للمعلومات الكاملة عن استاد الأهلي. الحقيقة المكونات دي أنا ليه كنت عايز أسمعها أنا والسادة أو يشوفوها السادة المشاهدين يسمعوها معانا، لأن ده اللي أنت قدامك استاد نموذجي. أيوه. كل متطلبات الفرق المحترمة موجودة فيه. أيوه. يعني أنت هيشرفك الاستاد ده، وأنت كنادي أهلي أنت عارف بتحافظ على المنشأة إزاي، ويمكن يعني بأفكارك وبجهدك ممكن يحصل تطوير كمان. لا، هي خطوة من الناحية البرستيج يعني المكانة تضيف إليك، من ناحية الحقوق التجارية تضيف إليك، من ناحية الفنية مؤكد إنك أنت كنت عمال تتمرن في استاد التتش. لا، ده أنت ممكن كمان قبل الماتشات المهمة تنقل على هناك وتدريباتك هناك. حقيقي حقيقي احنا مش محتكرين استخدام الاستاد، لانه كمان نادي طلع الانتاج الحربي لازم هيلعب فيه، يعني مش معقوله انه صحيح. مش هيلعب فيه. فهيلعب فيه ظرف طارئ زي ماتش الزمالك في السلام. اهلا بيك في استاد الاهلي طبعا. كده، لان في هذا هو تبادل المصالح والتعاون لإنجاح حاجة مهمة البلد محتاجاها. وشوف أنت استاد ملعب كورة بهذه القيمة وهذه الإمكانيات للأهلي لمدة 25 سنة، شركة الإدارة كمان بتستثمر في كل مرافق الاستاد التانية، لأن ما هو مليان الاستاد مليان بقى طبعا. فإزاي ده تقدر في ملاعب ألعاب هذه أخرى. الشركة الوطنية شركة الإدارة تقدر تستثمر كل مرافق وإمكانات الملعب ده الجزء اللي يخصها بقى اللي هتكسب من وراه معاك مع اسمك. عندها مطاعمها، عندها ممكن يبقى فيها محلات، وممكن كل شوف الإدارة لما مؤكد هي واخداه برضو بمبلغ عارفة هتدير ايه؟ واخداه باتفاق مالي محترم من الإنتاج. وهم عندهم ثقة في القدرة. أيوة. على الإدارة انك لما تجيب الإدارة للسداد هتعمل بقى، وعندهم ثقة في اسم الأهلي. أيوة. اللي ده هيساعد في تسويق باقي الأنشطة بالظبط، وأيضا باقي إمكانات الاستاد إمكانات الاستاد. وكمان تنمية يا أستاذ إبراهيم، أنا دايما أقول تنمية المجتمع، وجود نادي بيعمل حالة صحية طبعا في المنطقة طبعا. فما بالك لما يكون النادي الأهلي؟ لا طبعا، الناس هناك أنت رحت في حتة هتكسب منها فنيا كمان. انت يعني شرايينك امتدت لاصابع ما كانش لسه وصلت لها. اكاديميات، مدارس، المجتمع اللي حواليك ده، زائد ان انت استاد التتش ده يتنفس، هو مش قادر يتنفس. هتنقل جزء من تدريبك في الاوقات الحرجه عشان الاستاد ده يتنفس، زائد طالما ان انت هتعمل لي ملعبين فرعيين واستراحه. هي استراحه انا هسميه فندقيه. لان انت هتعمل حاجه ذات قيمه، حاجه تدي سلامه الصحه النفسيه. مش هتعملوا عنابر كل 6 في اوضه ولا كل 10 في اوضه. لازم هيراعى انه يتعمل حاجه زي الكتاب ما بيقول، زي بره. ده يقودك لايه بقى؟ امكانيه التسويق الخارجي، انك تستضيف فرق، تعمل معسكرات وتعمل ماتشات دوليه وتعمل، لا هتنقلك نقله تانية في فكرك في وكل ده. انا متاكد، لان الكابتن الخطيب امبارح قال مع تفاصيل اخرى، انا يعني بستاذنه ان انا اقول الكلام ده، لانه مؤكد ان المجلس الاداره يرى مغانم كثيره من هذا. اهمها طبعا ان يبقى عندك استاد، فكره ان يبقى عندك مكان ده في حد ذاته الحقيقه ما كانش ينفع النادي الاهلي ما يبقاش عنده مكان. فانت حققت دي، فباذن الله. لا انت كمان ريحت جمهورك من السفر وراك، يعني لما
لهاش تمن برضه. الحقيقه كنا متضايقين ومتاخرين ويعني وهو دي حقيقه. انت متخيل انت بتخلص الماتش الساعه 11 ولا 12 شحططه كل شويه رايح الناس هتروح بيتها الفجر ولا بعد الفجر في البرد بقى كمان ساعات يعني معاناه بس معاناه في حب الاهلي. ايوه ما هو روميو لكن بتكبد روميو يعني كان بيلعب مزيكا يعني هو الحب لما يكون صادق يخلي الناس تتكبد المشاق. من جزء بقى اللي لازم يتكبدوه ان يشاركونا في مسؤوليه الحفاظ على المنشأ. ايوه ده اهم حاجه. ايوه الحفاظ عليها هو ده الحب بقى. خاف على كرسيك لانه ده بتاع النادي الاهلي هو ده الحب. ما تسيبش الحنفيه قافله وراك عشان ده بيدفعني فاتوره. ده حنفيتك ما تخش دوره الميه ما تكتب مؤاخذه يعني ما تكتبش على الابواب. لما البيت بيتك بقى البيت بيتك. سيبه زي ما دخلته. وده ينجح. ما انا بقول لكم هي اهداف عامه كبيره. انتوا متخيلين لما الجمهور يروح اولا مباراه الغد مسموح ب 15,000 بس سعه الملعب 30,000. شوفوا نجاح هذه التجربه ماتش للي بعد منه هترجع السعه الكامله. هي دي السعه الرسميه 30,000 للمدرجات. تلاقي في ملعب الاهلي 30,000 مشجع للاهلي في كل مبارياته. مؤكد انه كل المسؤولين حريصين جدا ومهتمين جدا ان الجمهور يرجع للصوره الطبيعيه بس كل الاطراف تساعد وخلي بالك وتساند في الاتجاه. خلي بالك ال 30,000 لما يبقوا في استاد 80,000 ما يبانوش قوي لكن لما يبقوا في 25 في استاد فيه 30 لا 30 في 30 هتلاقي الملعب ما شاء الله مقفول يعني طبعا. ودي هتدي ان كل واحد هيبقى قاعد على كرسي انت عارفه قاعد فين اللي واخد التذكره ده خلاص عرفته بعد انفاذ تجربه تذكرتي مع كارت الاهلي. انا بديك الكرسي ده هتسلمهوني بعد الماتش. انا بديك الكرسي ده هتسلمهوني بعد الماتش. عشان كده لو حد جه يعتدي على كرسيك ولا يقف عليه ولا يدغدغه لا ده انت اللي هتغرب. انت تبقى مسؤوليتك انك تحافظ وتبلغ عن اي شغب تبلغ عن اي يعني نوع من انواع التدمير او مش هتبقى كده يعني. انا بتكلم للافضل للاسوء يعني بحسب كل الحسابات يا استاذ ابراهيم. الخطوه هتؤدي الى مزيد من النظام المحترف للكره المصريه صدقني هتساعد جدا يعني. النهارده كل بطوله نظمناها يعني الناس مركزه قوي على ان احنا فشلنا في كاس الامم الاولانيه وكسبنا الثانيه. طيب ماشي دي النتائج بتاعه الفريق لكن كسبنا ايه؟ كسبنا نظام دخول وخروج وحجز تذاكر وكسبنا نظام كوادر وخبرات. مين اللي يدير؟ كسبنا نظام ان في شركات هترفع العبء بقى بالزبط. عن الاحتكاك مع الشرطه اللي هي عليها اعباء الله يكون في عونها مش فاضيه للقصص دي. ليه ما انا عايز اقول لك على حاجه. ما انت تشوف الشركات الوطنية اللي تفجرت من مظلة تنظيم مصر لكأس الأمم للدورة الأولى. ده اللي أنا قصدي عليه. ده اللي أنا قصدي عليه. شوف خرج منها قد إيه؟ أستاذ إبراهيم ده اللي أنا بقوله. أنت خرجت أكثر احترافية. أفكار وأفراد وشركات. أفكار وخبرات. صحيح. وبعدين فرص عمل. مش هي دي فرص عمل؟ صحيح صحيح. دي بقى هتفرز إيه في المحافظات؟ التجارب دي هتفرز قيادات وهتفرز ايه في المحافظات وتفرز وتمتد الامور لحد فين باذن الله. يعني اعتقد انها خطوه جميله جدا كلها مكاسب. يبقى القناه. هرجع لك للقناه لكن خليكوا حاجه او خليكوا فاكرين نقطه مهمه اللي قالها كابتن الخطيب في كلمته. هذا الاستاد لحين اتمام الاهلي مشروعه التاريخي الكبير اللي الاهلي لا يفرط فيه ولا يتنازل عنه. بالعكس قال ان استاد الاهلي الحلم التاريخي ليه هيتبنيه جماهير الاهلي واعضاء الاهلي واولاد الاهلي حتى الصغار منهم. ده الحلم التاريخي واللي زي ما اكدنا امبارح حتى واحنا بننقل لكم وقائع هذا اليوم الكبير انه بمجرد ما يتم انجاز هذا المشروع يخرج مشروع استاد الاهلي الحالي بره الاتفاق الكامل لهذا. تتصرف وانت نفسك هادي بالظبط وعندك ثقه وكمان لما انت ما انت هتشارك انك انت تديره. ايوه لصالحك بالظبط. هتكتسب خبرات. ايوه في موضوع اداره الاستادات. لا وحققت موارد ووفرت فلوس يعني انت كمان رايح في اتجاه ازاي قدرت تخلق انماط استثماريه جديده ازاي قدرت تفجر افكار جديده لاستثمار منشاتك ومقراتك ازاي تقدر تجيب فلوس من الحيط
الحيطان بقت تجيب فلوس. ليش ليه في بدايه الالفيه فكر الاهلي في انشاء اداره الاهلي للتسويق؟ ما كانش في حاجه زي كده. ليه كلفها انها تعمل شركه؟ ما كانش في حاجه زي كده. فانت من خلال هذا بتكتسب خبرات والسوق بيشوف مرجعيات بيشتغل عليها. فانت الاهلي هو اللي على طول اللي بيحول الحيط لمصدر فلوس. الناس اتشجعت من التجربه دي، الناس كتير اتشجعت ودخلت في التسويق. انا بيقابلني ساعات اولاد عندهم شركات مش فاكرني يا كابتن مش فاكرني، يقول لي انت جيت لنا جامعه المنصوره مع الدكتور سعد لما عملنا ندوه كذا كذا وكنت بتكلمنا على تجربه الاهلي وبتاع الناس اتاريهم مش بيحضروا بس يعني يعرفوا اخبار الاهلي او لا بيفكروا ده بيفكروا وفي الجزء المنور منه من اللي عنده طموح ومصدق حلمه. واحد يقول لي انا دلوقتي بشتغل في التسويق وفي دبي والتاني يقول لي انا في السعوديه ثلاثة أربعة يعني حسيت تاثير الاهلي على الناس دي فعلا يعني وتاثير الاهلي على كل اللي حصل امبارح في اجواء من البهجه والسعاده والتفاؤل والفرحه فرحه هذا التزاوج الفكري ازاي تتلاقى هذه الرغبات وازاي تتناغم هذه الافكار طموحات الاهلي الكبيره ورغبات شركة السادات الوطنية في ازاي تحدث هذا الاتفاق الكبير جدا في الوحدة الاقتصادية للأهلي برؤية 2045. ونشوف كلمة الأستاذ محمد كامل. مجموعة مشاريع اقتصادية بدأناها مع النادي الأهلي، بدأناها بقناة النادي الأهلي اللي احنا ان شاء الله بنوعد في خلال شهور صغيرة جدا هنبدأ ونشتغل على شكل التطوير الأكتر والشغل يبقى فيها بشكل مختلف بتقنيات مختلفة. قناة النادي الأهلي هي دائما ودوما الحلم الخاص بجماهير النادي الأهلي ودائما بتتعلق بجماهير النادي الأهلي. صالة الألعاب الموجودة في الجزيرة يمكن واحد من زمايلنا دعبني النهاردة الصبح وقال لي كابتن صالح سليم كان دائما بيتكلم عن الصالة دي، فسبحان الله هي نفس الصالة اللي احنا خدناها ووسعنا رقعة النادي عشان خاطر الجمعية العمومية في استخدامهم لحمام السباحة بيربطها بالنادي الأهلي شارع اسمه شارع الأسطورة صالح سليم. فدي حاجة يعني وجدناها ان سبحان الله بعد كام سنة حققنا ده وان النادي الأهلي هياخدها وهتبقى مقر آخر لحمام السباحة للنادي الأهلي. استاد النادي الأهلي هي فكرة ان احنا نتعاون ونشتغل على استاد كديمو لاستاد النادي الأهلي 4 سنين 5 سنين 8 سنين لغاية ما النادي الأهلي يعمل الاستاد بتاعه، وانا متأكد ان كابتن الخطيب مش هيهدله بال لغاية ما يشتغل على الأرض في استاد النادي الأهلي. يعني انا اشتغلت معاه فترة طويلة فانا متأكد انه هيفضل كده لغاية ما إن شاء الله يشتغل، وده حلم كبير جدا للجمهور النادي الأهلي. إحنا بالنسبة لنا قلنا هنشتغل على ديمو نحقق مؤقتا هذا الحلم يفضل معنا لغاية ما الحلم ده يتحقق ونعمل فيه كل الشغل اللي هيتعمل الفترة اللي فاتت. اخيرا المشروع اللي انا بشوفه انه واحد من اكبر المشاريع في ده انه فرع للنادي الاهلي في الصعيد. ده اعتقد انه كان مشهد ان الكابتن الخطيب كان شغال عليه بشكل كبير، احنا جينا اخذنا المشهد ده والحمد لله تعاقدنا عليه وبقى للنادي الاهلي ان شاء الله في غضون شهور قليله جدا جدا فرع للنادي الاهلي في الصعيد. عشان اقف الوقفه اللي انا واقفها دي في ناس كتير جدا تعبوا علشان خاطر وامنوا بالافكار اللي احنا قدمناها الفتره اللي فاتت. خلوني الاول بعد اذنكم اشكر ساده اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، ده اول من امن بفكره دخول القطاع الخاص وانه ادانا فرصه ان احنا نشتغل في تدوير استاد السلام. انا بشكره وبقدم له تحياتي من هنا. تحياتي للدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم اللي بصراحه الراجل يعني قعدنا جلستين وخلصنا كل التفاهمات اللي بينا بشكل سريع جدا، وده كان متفاعل جدا، ودي بدايه جديده بين شركه استادات ووزاره التربيه والتعليم مش بس في المنشات الرياضيه اللي بتمتلكها وزاره التربيه والتعليم بل اكتر واكتر في الانشطه الطلابيه ان شاء الله الفتره الاخيره. اشكر اخي الدكتور
أشرف صبحي. دكتور أشرف صبحي يمكن وجوده في وزارة الشباب والرياضة هو اللي مدي كل المستثمرين النفس والطاقة اللي بيشتغلوا في الاستثمار الرياضي، لأنه زي ما انتم عارفين هو راجل أكثر خبرة في مجال التسويق الرياضي، فهو يعني بصراحة بيدي مساحات كبيرة جدا لفكرة التسويق الرياضي. أنا متأكد أن انتم عارفين كويس قوي أن أنا شهادتي مجروحة على كابتن محمود، بس الراجل ده بأمانة يا جماعة بيتعب جامد جدا عشان خاطر النادي، وبيعمل مواقف انا كنفسي كراجل بشتغل في البيزنس ما اعرفش اعملها. يعني تلاقي كابتن خطيب تكلمه في التليفون تقول له يا كابتن احنا الموضوع الفلاني، قال لي طب تعالى يا كامل عندي البيت الساعه 9، انا عندي حقنه الساعه 8، تعالى الساعه 9. طب يا كابتن حاجه اعمل ايه بس يعني حضرتك تعبان؟ بلاش لا لا تعالى يا كابتن. فطبعا تبقى انت رايح في السكه عندك امل كبير انه الكابتن يبقى تعبان شويه فما ياخدش باله فتعدي حاجه فحاجه تفوت. بصراحه الكابتن ربنا يا رب يديله الصحه ويخليه. الراجل ده هو بيشتغل في على منطقتين خلاص انا عرفتها، يعني ان شاء الله لو عملت ديل تاني مع كابتن خطيب هي في منطقتين الكابتن بيشتغل عليهم، رضا جمهور النادي الاهلي ورضا الجمعيه العموميه. يفضل ماشي ورا الاثنين دول، انت لو ماشي ورا الاثنين دول هيعمل لك اي حاجه ويساعدك فيها. شركة رضا جمهور الاهلي ورضا اعضاء الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه، يبقى انت بتتكلم على معظم الشعب المصري، أنت بتتكلم على مصالح تمس أحلام وسعادة وتؤثر في ملايين في عشرات الملايين. أي. اللي عجبني أنت يعني فعلا يعني الكابتن الخطيب لما كلمه الأستاذ محمد كامل كان عنده الفكرة، لكن كمان ثقة الأستاذ محمد كامل في النادي الأهلي واسمه وثقته في فكر الخطيب لما قعد واحتك بيه صدقوا الحلم ده مع بعض واستطاع أن يحول هذا الحلم إلى واقع. دي قدرات يا أستاذ إبراهيم، قدرات أن أنت تبقى تستطيع أن تفعل هذا مهما تحملت من مجهود، ولكن هذه القدرات كلها إذا ما كانش فيه ثقة من الأجهزة المعنية وتشاركك وتتبادل معك هذه الثقة وتطلب منك أهداف تفيد هذا البلد لا يمكن توصل لنتيجة. ولذلك الشكر اللي شكره للسيد وزير الانتاج الحربي والسيد وزير التربية والتعليم والسيد وزير الشباب لدورهم في الإيمان بالفكرة ومساندتها. طبعا انت كمان رحت فكرة انك تعمل فرع في الصعيد نقلة نوعية، مش عايزة مناقشة وبداية لانطلاق لوحش اسمه فروع النادي الأهلي في المحافظات، بإذن الله تنجح التجربة وتعمم. أنا يعني أشارك وأشاطر وأدعم ثقة الأستاذ محمد كامل أن الخطيب ومجلسه مش هيهدلوا بال إلا بتحقيق أو البداية في تحقيق هذا الحلم، حلم الأستاد. شوفوا مفيش حاجة يعني حتى الناس ابتزلت فكرة التفكير خارج الصندوق، الكلمة كله بيقولها ومحدش في الآخر بيفكر لا جوه الصندوق ولا براه، لكن استوقفني في كلام الأستاذ محمد كامل إنه كل هؤلاء الناس اللي شكرهم اللي هو محمد العصار الدكتور طارق شاوي الدكتور أشرف صبحي آمنوا بالفكرة. أي حد مبدع في عمله محتاج نوع من يعني يتهور في حلمه، يحلم بتهور، لأنه أنت عشان تستنبط أفكار جديدة عشان تقدر تشتغل فعلا بره الإطار الروتين الطبيعي التقليدي لازم تحلم بتهور، ولازم تجيب اللي محدش بيجيبه، وإلا ما تبقاش فكرة. الفكرة إنك فعلا تحدث ما لا يحدثه الآخرون، بس تقدر تدرسها كويس وتكون محظوظ قوي إنك تتناغم فيها مع طرف تاني مؤثر يؤمن بالفكرة. فهنا كان الإيمان بفكرة قدرة النادي الأهلي التسويقية الكبيرة إزاي تاخدها إلى أبعد مدى ممكن، وتبقى محظوظ قوي لما تلاقي الأفكار تلاقت. يلاقي محمد كامل وهو من خلال شركة استادات الوطنية شركة الإدارة عندها هذه الرغبة في إزاي تخلق هذه التعشيئة الكبيرة في القطاع الخاص مع القطاع الأهلي في القطاع الرياضي مع الجهات المسؤولة، فتنتج هذه الأفكار اللي بتخليك تجيب فلوس من الحيطان. انتم متخيلين ان احنا النهارده
ما بنتكلمش في حقوق رعاية. حقوق رعاية خاصة بالنجوم وخاصة بالصورة الذهنية وخاصة بالبطولات وخاصة بالبشر. ودي سهلة. ودي سهلة ودي طبيعية وتقليدية. لكن النهاردة بنتكلم في استثمار المنشأة نفسه. إزاي يقدر النادي الأهلي مع هذه الجهات المختصة ووزارة التربية والتعليم في إيمانها بفكرة إنه حمام السباحة بتاع التربية والتعليم الملاصق للنادي الأهلي واللي محمد كامل بذكاء ربط ما بين إنه دي جاية في شارع صالح سليم. صالح سليم هو الرابط ما بين النادي الأهلي صالة الحمام والنادي الأهلي. فالعملية في بيتها. فيكون إنه الشركة الوطنية شركة استداد تاخد تطوير هذه المنشأة ورفع كفائتها بحيث تكون قادرة على أنها تقدر تأدي كل المهام اللي مطلوبة للرياضيين. فالنادي الأهلي زي ما المهندس عادل أشار مش بس بيوسع على أولاده، مش بس بيخلق فرص للسباحة لأعضائه وللأبطال الرياضيين، لا بيوفر فلوس كتيرة قوي كان بيدفعها في تأجير حمامات السباحة في أماكن أخرى عشان يفي بالتزاماته تجاه رياضييه وأعضائه. فيلاقي هذه الصالة الكبيرة بعد ما شركة استدادات هتطورها هترفع كفائتها هتكون تحت أمر النادي الأهلي واستخداماته. ده الإيمان بالأفكار، ده الإيمان بالفكرة. زي فكرة الصعيد، إنك أنت فجأة في جنوب الوادي يتواجد النادي الأهلي عشان يشع برسالته في المجتمع اللي الدولة فعلا جد قوي في إحداث تنمية مستدامة في الصعيد. هو دي يا أستاذ إبراهيم، معلش اسمح لي، لو لم تتماس الأفكار الفلسفة آه. الدولة ليه هو قالها بدقة قال حرص الدولة على التعاون مع القطاع الخاص في استثمارات وفي تحقيق أهداف، وهو من خلال الوسيط المشترك اللي له علاقة بين القطاع الخاص ومع القطاع المسؤول الدولة اللي هي شركة استداد لأنها شركة مزدوجة، تعامل مع الـ 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 الشريك الأفضل اللي هو النادي الأهلي. يبتدي هذه البداية وانت مغمض، فحصل نوع من القناعة. دي اللي ساعدت على الموضوع، لولا هذه القناعة والثقة تلاقي الأفكار والفلسفات الدولة نفسها توصل للحظة أن القطاع الخاص ما يتفرجش بس يبقى شريك حقيقي يضيف إلى أهداف الدولة. أيوه، مش عملية فلوس وبس. لما يكون الأهلي هو الرائد في هذا الأمر مع شركة السادات، أعتقد أن دي برضو على فكرة حطها مش في حجمها التجاري دلوقتي، إنها نقلة تاريخية. لا، دي نقلة تاريخية في معناها وفي اللي هتؤدي إليه والتداعيات اللي هتحصل بعدها. والقناة، القناة بقى كلمنا عليها شوية. كلام الأستاذ محمد كامل أعتقد سمعتوه، إنه واحد من الإجوان الستة الرائعة اللي تسجلت في هذا الاتفاق أو هذا البروتوكول تطوير قناة الأهلي، إنها تبدأ شركة بريزنتيشن لايف هي اللي تدير، هي اللي تقدر تتحمل كل هذه الأعباء. وزي ما قال الأستاذ محمد كامل بيقعد جمهور الأهلي بنقلة تانية كبيرة جدا تكون باستمرار معبرة عن قيمة النادي الأهلي. طب أقول جاهلين بقى أستاذ إبراهيم، الأستاذ محمد كامل مع قناة الأهلي، هنشوف تطوير وهنشوف تسويق وهنشوف إعلانات وهنشوف ملخصات وهنشوف حاجات وبرامج مختلفة أو دعم لبرامج حالية بتطوير. هنشوف الحاجات اللي كنا نتمناها بس ما كانتش يعني فيها التفرغ الكامل. التفرغ النهاردة أستاذ محمد كامل أعتقد أنه هيعمل من قناة النادي الأهلي بإذن الله نموذج طيب جدا وكويس جدا يفخر به كل جماهير الأهلي، لأنه عنده القدرة وعنده القدرة التسويقية وعنده الرؤية ومستمع جيد. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، يعني انت لما تتكلم معاه هو حتى انت ما تحسش، يعني الناس تسمع استاذ محمد ممكن تتخض قبل ما تتعامل معاه، اما تقعد معاه ما راجل بسيط جدا وبيسمع وبيهزر وبيتكلم ما تحسش ان هو يعني
صاحب سطوه ولا صاحب، لا اقعد واتكلم على راحتك وقول، وهيسمعك كويس، بس مش هيعمل غير الشيء اللي هو شايف انه يعني في جدوى، في جدوى. ثقه كبيره في هذه الشراكه اللي استنيناها. احنا كنا عمالين نقول عايزين بقى حد يكون مسؤول عن قناة الاهلي وبسرعة عشان نطمن. فبإذن الله هو وعد ان خلال اشهر قليلة هنشوف تطور، وانا اثق في هذا الوعد. وهكذا تكون ثمرة هذا التلاقي وهذا التزاوج الفكري في رغبات الاستثمار المختلفة. القطاع الخاص يمد يده الى النادي الاهلي على كل رحب وسعة، راغب فعلا انه ينمي دوره المجتمعي، انه يقوم برسالته تجاه وطنه، مستغلا قدراته التسويقيه، مستغلا اسمه، راغبا في التواصل مع جماهيره اللي هي في كل مكان، بالتاكيد سعيده بكل هذه الايادي الممدوده من اجل مصر. بعد الفاصل هنشوف ايه حقيقه رجم الاحلام وكثير من الافكار. وهنتكلم طبعا فنيات وكوره وبتاع وكل اللي انتوا عايزينه، بس انا خلال الاستراحه والبريك عمال افكر برضو، لان والله ده مهم جدا، دور المسؤول الرسمي الذي يمثل القطاع في الدوله مهم في انه يبقى صاحب مبادرات وجرأة في اقتحام مساحات ما كانتش قبل كده حد بيقتحمها. يعني انت برضو، انا عمال افكر لولا جرأة وبعد نظر كل من اللي هو العصار، الدكتور شوقي، برضو الدكتور أشرف صبحي، الأحلام دي ما تتحققش يا أستاذ إبراهيم. دي عايزة ناس تكون شايفة وعايزة توصل لهدف محدد، فتستطيع أن تختار مين اللي ينفذ لها ومين اللي يشاركها ومين اللي يحقق لها هذه الأهداف. أنا والله ممتن جدا أن يبقى عندنا هذا الاقتحام لمجال لم يقتحمه أي مسؤول قبل كده. شوف، أنا استوقفني كلام الأستاذ محمد كامل لما أشار باهتمام لدور اللي هو محمد العصار، لأنه الحقيقة الإنتاج الحربي، أنت بتتكلم في إنتاج وحربي، فلما يبقى فيه قطاع وطني بالهمة دي وبالفكر ده وبالرغبة ديت في أنه يتعاون مع القطاع الرياضي ويعمل منشأة كبيرة زي استاد السلام، وبعدين لما يلاقي في فكرة لدخول القطاع الخاص والقطاع الأهلي لاستثمار كتير فيها، لا انت بتتكلم نقلة في الفكر كمان. هو ده اللي انا قصدي عليه، يعني دي الناس دي مبادرة بتاخد البلد في نقلة فكرية تانية، هتبص تتوالى الخطوات بالظبط وفي قطاعات أخرى، بس المهم ان يكون في الشريك القطاع الخاص المخلص الجاد اللي يتم الاطمئنان عليه، ويكون شريك فعلا داخل ينمي وداخل يطور وداخل، يعني لان المشكله رجال الاعمال الانواع، في منهم هذا الوطني الصادق وبتاع وشفنا طلعت حرب وانت نازل صحيح، وفي منهم اللي هيت الران اخطف واجري ان انا اعمل مشروع بسرعه واقفله واشوف غيره. انت عايز النوع الاولاني، النوع اللي يبني الاحلام ويبني الدول ويبني الامم، الشريك اللي يبقى شريك بحقيقي، يكسب ويحقق مصالحه كل حاجه لازم، امال يعني هو رجل اعمال ازاي؟ او هو نادي خاص ازاي؟ او هو شركه خاصه ازاي؟ لازم يتحقق ده، بس من خلال العمل في تحقيق اهداف الدوله. واحنا بنقول ده رجل دوله، ده نادي مش عارف دوله، غير نادي المسؤوليه. انت دوله، يعني تدرك اهداف الدوله وتساعدها في تحقيق اهداف. الشكر كل الشكر اللي هو محمد العصار وكل الجهود الحياه اللي بذلت، او كل معالي طبعا دكتور شوقي وزير التربيه والتعليم والدكتور اشرف صبحي، لان برضو خلي بالك دي خطوات شباب الرياضه ما خدتهاش قبل كده. انت لو عديت الوزارات والهيئات اللي تدخلت في هذا البروتوكول هتشوفوا قيمه التعاون الوطني المشترك الحقيقه، ودائما وابدا مزيد من الدفع للامام في كل الاتجاهات الايجابيه اللي من شانها خدمه مصرنا. وانا اتمنى نجاح هذه التجربه، مش بس عشان انا اهلاوي، لا عشان انا مصري وعايز اساعد في هذا الاتجاه، في استنباط افكار كتير وهذه الفلسفه وهذا الاندماج بين
الدولة والقطاع الخاص في إحياء الكثير من الأمور وتحقق أهداف البلد. طيب الأهلي في كأس مصر كانت مباراة مهمة في بروفة أخيرة الحياة قبل مباراة الهلال المهمة جدا بكرة. الأهلي واجه بني سويف، الناس بصت على المباراة إنه فريق بني سويف فريق في لكن لما بدأت المباراة ظهر للجميع إنه فريق بني سويف لا مش فريق جاي يتفسح في القاهرة ومش فريق جاي يكون لقمة سائغة أبدا في مواجهة بطل بكل معاني الكلمة. لا كانت المباراة فيها قدر من الندية، فيها قدر من الكفاح من فريق بني سويف، تأخر تسجيل الأهلي لكن كانت فرصة كبيرة قوي إنه يا باشمهندس يقدر الأهلي يطمئن بنسبة كبيرة على عدد من اللعيبة اللي كانت غايبة بقالها فترة. شوف هي ماتشات الكاس لكل الأندية تلاحظ حتى في التشكيل. في أندية اضطرت تلعبها بمنتهى الجدية معظم تشكيلها الرسمي، لكن هتكلم على الأهلي. الأهلي كانت فرصة لإراحة عدد كبير من النجوم المقيدة إفريقيا اللي هو هيلجأ لهم في ماتش الهلال. أيوة. وفي نفس الوقت اتاحت الفرصة لنجوم لا تقل أهمية وكفاءة عنهم وقاعدة مستنية دورها. أيوة. الناس كتير تصورت إن ده هيبقى ماتش ودي يعني. أيوة. لكن الحقيقة اللي أظهرته كل فرق الدرجة اللي هو التانية الممتازة كنت هتسمع التانية يعني الحقيقة في معظم اللقاءات لا دي فرق محترمة محترمة جدا. انت بتشوف غالبا بيبقى عندها دوافع، بتشوف ابو قير سماد ابو قير مع الانتاج الحربي، مع الانتاج لياقتها ارهقت الانتاج الحربي. الانتاج الحربي كان بيلعب ناقص واحد، لكن لياقه حتى في هي كسبت بضربات الجزاء، كسبت بضربات الجزاء. ما انا لسه جاي لك. اولا احرزت هدف التعادل في الدقيقه الاخيره في الدقيقه 89 ونص. وبعدين تلعب 2 اكسترا تايم هي المسيطرة بشكل 90% وصاحبة الفرص، وبعدين يجي ضربات الترجيح. ايه التوفيق وايه الجرأة في الأداء ده؟ ايه الثقة دي؟ ايه حجم الجري اللي جريوه النهارده؟ ايه حجم الالتزام؟ ايه حجم الهدوء؟ ايه حجم الثقة؟ مش هما بس، ده أكتر من فرقة الحقيقة. بني سويف شفناها كده باستثناء النتيجة بتاعت النهارده بتاعت إينا وبتاعت النجوم. لا كل الفرق كانت يعني في منتهى النديه. اعتقد وفي فرق منهم كتير جابت اجوان، مفيش فرقه ما جابتش اجوان. الزمالك كان لاعب الشرقيه وبرضه فريق يمكن الشرقيه كمان غير بني سويف وغير سماد ابو قير، دول حبايبك دول عشان لا نزل كمان لا الشرقيه نزل درجه ثالثه. يعني نزل انا عارف يا حبايبك يعني وعارف ظروفه منك. بعد ما كان نزل من الدوري للقسم الثاني نزل كمان للقسم الثالث، لكن قبل بلاء حسنا ايضا قدام الزمالك وجاب جون في الاوقات الاخير. هي دي النقطه، انك انت تجيب جون في الوقت الاخير يعني لياقتك كويسه. صحيح. وطموحك ما انهارتش يعني. لقطه المباراه اللي استوقفتنا في مباراه الزمالك والشرقيه الكابتن طارق حامد، وطارق حامد لعيب دولي، وانا كنت مبسوط انه الاقي في اختيارات الاتحاد الافريقي حاطينه ضمن المرشحين للتصويت عليهم كاحسن لاعبين داخل القاره، بس طارق حامد يرتكب كتير اعمال من العنف. انا مش عارف ايه الحصانه اللي عنده عند الحكام، ولازم ياخد باله، والحكام بتوعنا لازم يجاوبوا لنا. انا عايز اقول لهم فيما يمنع ان طارق حامد ياخد انذار او يعاقب على العنف كتير بتتكرر. استاذ ابراهيم وعنف غير مبرر، بس هي اصبحت عاده حركيه، ما لازم ياخد باله يا استاذ ابراهيم. كويس بس اسمعني بس. اسمعني، اللي ساعد على ان الكابتن طارق حامد يبقى سمه اداؤه كده التحكيم. ايوه. ليه؟ لانه هو محلين ما بيحاسبوش على كده، لكن هم هندفع ثمن دي في الماتشات الدوليه. بالظبط. الكوع ده انا فاكر كان في ليوناردو البرازيلي خبط مش عارف كان ماتش ايه واحد كوع، الكوع ده كسر له دي. القانون بتاع الفيفا اتغير عشان يبقى طرد وعقوبه صارمه على اللي يستخدم كوعه. وزيدان في نهائي كاس عالم اطرد في مباراه، لا ده نطحه بالروسيه. كان نطحه.
انما انا بتكلم دي عاده حركيه، انت بعد شويه بتبقى جزء من اداء. هي دي فيها سبب يعني؟ ما فيش التحام فيها. هو زق كوره مش محتاجه، لكن هي من غير ما يشعر، ممكن يكون ما بيشعرش انه بيعمل كده، لكن هي على طول بيعمل كده، ما بيتحاسبش عليه. طبيعه اداء، بقت سلوك. بص الحكم فين؟ الحكم في الكدر. يعني هو دي يا جماعه المساله، ايه الحصانه اللي فيها؟ فين الحصانه؟ وبعدين في ظلم على الفرق، في ظلم لاي منافس. طب انا ضرر بيقع عليه، هو انا مش خطر عليه، هو انا مش خسرت كاس مصر 3-1 بتاع بس مرسي الكوع اللي ده مثلا وشج راسه ولعب مدروخ طول الماتش بكده، وفي نفس الماتش برضو طارق حامد اعتقد برضو داس على انكل وليد سليمان وفركه، وليد سليمان انكل رجله بقى قد كده. يعني هذا الكلام في ايذاء، وفي ايذاء يعني انت يمكن بدنيا ربنا سامح لك بانك تعمل ده دلوقتي، لكن بس خليه بشكل مشروع. لكن لا، وانت ممكن واحد يحطك في دماغه برضو بالطريقه دي. خلي بالك انا بتكلم والله مش عشان طارق، لو في النادي الاهلي هقول نفس الكلام. صحيح. يا جماعه اللاعب اللي يستخدم كوعه بالطريقه دي او يدوس على اناكل الناس او هذا شيء في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره، حرام. راس مال زميلك هو سلامته، بيته مفتوح واكل عيشه مفتوح. الكوع كمان على ما فيه من عنف بيبقى مفاجئ والتاني مش منتبه. الكوع ده ضربة من أقصى الضربات، تكسر الوش. صحيح. تكسر، بقول لك الراجل وشه كسر. لكن معرفش، يا ريت حكامنا يقولوا لنا. بص إيه الحصانة؟ ما علينا، مش مقصود طبعًا إن إحنا لو كان أي لاعب تاني كنا هنعلق هذا التعليق طبعًا. نتمنى إن من حكامنا ما يعودوش لاعبتنا الدوليين تحديدًا. وأنا بتكلم بشكل عام، لو في لعيب في الأهلي يعمل كده ياخد جزاءه، لكن ان احنا نسيبهم وبعدين يطلعوا يطردوا لنا بره في الماتشات الدوليه لا. طيب، في تحليل المباراه الشيخ طه اسماعيل يتحدث في تايم سبورت عن فوز الاهلي بهذه المباراه وتاهله، نشوفه. مصطفى، هل تحسن اداء النادي الاهلي واصبح اكثر سرعه في الشوط الثاني على الشوط الاول؟ فعلا يعني تحسن طبعا، مؤكد استشعاره بالحرج ولعبه بايقاع اسرع. برضه لها فلو كويس من الناحيه الشمال واحمد فلو من الناحيه اليمين بشكل جيد. بقى في فتحات في وفراغات في وسط الفريق بني سويف، استطاع النادي الاهلي ان هو يسجل منها. شفنا كره مرتده اللي جت لبريك بايس من احمد الشيخ، نوه على ان هو يستقبلها وسابها وراح وياها وراها وانفرد وسجل منها. فبقى في فتحات في الفريق بني سويف، وطبعا مجهودهم قل، ما قدروش يحافظوا على نفس الايقاع اللي لعبوا في الشوط الاولاني، كان من الصعب ان هم يحافظوا عليه طول الوقت. النادي الاهلي ابتدى ينشط اكثر ويستشعر بالخطر، ولذلك بقى في ال 18 موجود عدد كبير من النادي الاهلي، اضاعوا اهداف كثيره قوي. النادي الاهلي كان ممكن يسجل اهداف كثيره، احمد الشيخ اضاع وازارو اضاع، لكن نجحوا في ان هم يسجلوا ثلاث اهداف. واعتقد ان المباراه دي برضو درس للنادي الاهلي، انه المباريات تكسب بالمجهود الكبير من البدايه واحتمال الخصم، احترام الخصم من البدايه، والعب بالايقاع اللي بيلعب بيه الخصم، لانه فريق بني سويف انا بشيد بيه ادى مباراه كبيره جدا في حدود امكانيات لعبته. لعب الشوط الاول متكافئ مع النادي الاهلي، بالعكس كان هو اخطر، ولعب في الشوط الثاني قدر الامكان وبرضه سجل هدف وكان برضه فيه خطوره، لكن ما قدرش يحافظ على الايقاع، ما قدرش يحافظ على الكومباكت. بالنسبه للديفنس بقى في فتحات شويه، الايقاع اقل شويه، ولذلك النادي الاهلي طبعا باستشعاره بالخطوره وسرعه الاداء فيه وكرات عرضيه كثيره اللي عملها النادي الاهلي قدر يفك الطلاسم الموجوده دي ويسجل فيها ثلاث اهداف ويفوز بهذه المباراه. الشيخ طه طبعا كالعاده رؤيه متفرده وشامله واحترام للمنافس. طبعا احترام للمنافس، والحقيقه المنافس يعني في الماتش ده يجبرك على احترام. كل التحيه لفريق بني سويف ولاعيبته. طيب، هل كان فعلا الملعب يستحمل وجود راسين حربه مروان وازارو؟ وليه تغيير عمار حمدي وتجربته في الناحيه اليمين؟ هل نجحت ولا لا؟ نشوف راي مدرب الاهلي السابق الكابتن محمد يوسف. يوسف، الملعب بيقدر يشيل وليد ازارو ومروان محسن؟ طبعا يشيلهم لو انت متأزم في النتيجه، ولجأ للتغييره بتاعت مروان محسن
يمكن في الدقيقه 74 كنت متقدم كان خلاص متقدم. هو في التغييره دي عايز يدي الثقه لمروان، عايز يعني يدي له احساس المباريات. لكن لو انت حتى متعادل طبعا لازم تغير من التكتيك بتاعك. انت كنت بتلعب 4-2-3-1 وبعد كده غير ل 4-4-2 بحيث وليد ازارو ومروان محسن بقوا رأسي حربه. دي وارد جدا وحل كويس جدا لو الاهلي ما كانش حل المباراه لغايه يمكن اخر 15 دقيقه. مروان وازارو، مروان او ازارو وصلاح محسن حلول قويه جدا في حاله عدم احراز النادي الاهلي الهدف بتاع المباراه. ممكن مباراه بلعب مثلا نجم ساحلي بره، بلعب بلاتينيوم بره، ممكن ابقى هقبل ان انا مثلا ابقى 0-0، هقبل نتيجه تعديني. لكن لما اكون في ملعبي وبلعب مع يعني بني سويف اعتقد ان كان لازم يبقى الحل راسين حرب. تحفظات على تغيير عمار حمدي؟ عمار حمدي انا وجهه نظري انه كان ماشي بشكل كويس، ده ما يقللش طبعا من احمد فتحي، لكن احنا كنا بنتكلم بين الشوطين وقلنا ان احنا النادي الاهلي محتاج حلول فرديه، وده اللي عمله جيرالدو. انت لو بصيت هتلاقي جيرالدو في اكتر من كوره قدر ان هو يفوت واحد ضد واحد ويعمل عرضيات. من الناحيه الثانيه احمد فتحي عمل بعض العرضيات، عمار حمدي كان شغال بنفس الشكل. نعم. الريتم اتسرع في الثلث الاخير وهو ده اللي نتج عن فرص كثيره جدا. احمد الشيخ كان ممكن يحصل له هدفين ثلاثه. نعم. فلو استغل الفرص احمد فتحي لو فكر التفكير الاولاني على طول في الكره اللي فاتت دي بدل ما يسند ويلعب، راح لو اخذها على طول بتفكير الاولاني اللي هو تسديده من لمسه واحده. لو ازارو سند برضو سوري مروان محسن لو سند قدامه يخلصها برضو. فالنادي الاهلي لحت له فرص الشوط الثاني بشكل اميز من الشوط الاول، اكثر من الشوط الاول. الماتش ده يعني طبعا حلله تحليل كويس جدا كابتن. امتى تلعب باثنين فراوده وامتى تلعب بتحفظ وامتى ماتش بني سويف ما كانش الماتش ده الماتش اللي تلعبه بتحفظ. خلاص انت بتقرب ولازم تلعب بنوع من الجراه وتغيير الفكر والضغط بالحلول الفرديه. واثمرت يعني انت لما تشوف الفنت اللي عمله احمد الشيخ في الجون بتاعه دي مهاره فرديه عاليه جدا انفرد بيها ولعبها بهدوء معهود برجله اليمين وهذا مش معهود. الاخ جيرالدو عمل لعبه بتاعت رونالدينهو. والجميل في الامر انها تتلعب بالقوه والدقه اللي تؤدي الى بص مهم في منطقه مهمه في منطقه بالسرعه بالقوه. ايه الدقه دي وايه الثقه انه يلعبها كده؟ الحقيقه ابهرني جدا جدا بهذه المهاره ويا ريت نبقى نشوفها بس الاول بعد ما ايه شوفوا يعني لما تبقى في معلومة خاطئة من المذيع للمحلل بيتبني عليها حاجات رؤية أو وجهة نظرها تتبني بناء على معلومة مش دقيقة. الزميل العزيز تامر صقر وليه كل التحية، لكنه لما قال للشيخ طه في تايم سبورت على معلومة اتبنى عليها رأي تاني. قال تامر إنه الأهلي دفاع الأهلي مع ريني فايلر استقبل 9 أهداف في جميع البطولات، الرقم كبير. ف لانه ما حصلش قال الشيخ طه تحليل بناء على الرقم. ده جابه من ايه يعني؟ لكن حقيقه الامر الاهلي مع فايلر في ال9 مباريات دخل فيه 5 أهداف فقط، ال4 أهداف التانيين تامر جابهم منين؟ ما اعرفش. هل في معد حط له المعلومه؟ مؤكد غلطه، بس نشوف الشيخ طه في تحليله بناء على هذا الرقم. طبعا عايز اتحدث عن الامور الدفاعيه بالنسبه للنادي الاهلي. يعني لو لاحظنا من اول ما فايلر تولى القياده الفنيه للنادي الاهلي 2 في السوبر، 5 في الدوري من 4 مباريات، وحيد من دوري ابطال افريقيا من 3 مباريات لو حسبنا كانو سبورت، وهدف في الكاس. يعني 9 مباريات 9 اهداف، هل دي نسبه مقبوله في وجهه نظرك؟ هو شوف العمليه يعني كالكوليشنز حسابات يحسبها المدرب اننا في سبيل نلعب كره جماعيه وكره هجوميه وسجل في مباراه في مقابل 9 دول كم هدف سجله النادي الاهلي لازم احسبها. تمام. في الدوري هو مسجل 14 هدف بس، شوف بقى في افريقيا مسجل كم هدف،
كانوا مسجل فيه رايح جاي مرة اثنين ومرة اربعة ستة. تمام. فإذا في مدرب يقول لك أنا بلعب بشكل هجومي، لو جاي في جول أنا بجيب أربعة. فأنا مش هستنى أن أنا أقفل عشان أجيب جول واحد وما يجيش فيه جوال. فهي حسابية معادلة. إنما مش معنى أن أنا بجيب أربعة يعني أنا ما يجيش فيه جوال. أنا بلعب بشكل هجومي. لكن شكل الهجومي دوت أنا بقول لك حسابات بيعملها المدرب. الشكل الهجومي ده ممكن يكلفني في بعض الأحيان نجي فيه جول، لكن أنا عارف إن أنا بجيب أربعة جوال أو خمس جوال. ولذلك أنا شايف هو في مدربين بيحسبوها بهذا الشكل. إنما لو حسبتها على إن أنا هجيب ال 14 جول ما يجيش فيها ولا جول، عملية صعبة جدا لما أكون بهاجم وبفتح خطوطي وأجيب جوال ويجي عليا كونتر أتاك في بعض الأحيان، واي نوت بيجي فيها جول ولا جولين. نعم. فهي زي ما بقول لك عملية حسابية ونسبة مقبولة. في واحد تاني يقول أنا عندي القدرة الهجومية قليلة، يا دوب كل خمس فرص بجيب جول بالعافية. هيقفل عشان ما يجيش ولا جول. نعم. وفوانس جبت جول يبقى انا كسبان بيه. في واحد بيحسبها كده. لكن اذا كنت انا بحسب وحاسب ان انا القدره الهجوميه بتاعتي ان انا اقدر اجيب اربع جوال وخمس جوال، ممكن. نعم. لو جه عليا جول ما فيش فيها مشكله ولا حاجه. نعم. طيب يعني تصحيح المعلومه يا باشمهندس، هو الشيخ طه حتى قال له هي الفكره مش جه فيك كام جون بس، جبت كام جون. اولا انت في المباريات التسعه ما جاش فيك تسعه، انت تسجل الاهلي استقبل خمس اهداف، لكنه بالحسبه بتاعت الشيخ طه سجل 26 هدف. الاهلي استقبل في مباراه السوبر هدفين، في الدوري هدف واحد في الاربع مباريات، هدفين ضربتين جزاء، هدف في افريقيا من ثلاث مباريات، وهدف في كاس مصر من مباراه واحده. اذا تسع مباريات في كل البطولات اللي شارك فيها ريني فايلر او قاد فيها الاهلي سجل 26 هدف واستقبل خمس اهداف فقط. وهو الكابتن طه كمان شرحها في المطلق، ما حسبهاش، لان هو برضه تلاقيه استغرب الرقم بس ما حبش يجادل. امتى التسعه؟ والمعد الحقيقه لازم يكون الكابتن تامر يعني له يشوف ليه حط له الرقم ده، جابه منين، الا اذا كان الكابتن تامر قرا تسع ماتشات ان تسع اهداف، تسع اهداف ربما اتلخبط فيها يعني. طيب انت عجبك جيرالدو، عجبك البص اللي عمله من ورا رجله، هو فيها رجله. مهاره عجيبه. عجب كمان امير الموهوبين وليد صلاح الدين، نشوف. لازم نقف شويه مع فايلر الشوط الثاني وتغييراته، هل شايف انه تعامل فايلر مع المباراه من الشوط الثاني هو اللي غير الشكل تماما كابتن وليد؟ طبعا. اولا فكره ان المدير الفني ما يستناش لما يكون شايف حاجه غلط. نعم. يعني دي نقطه مهمه جدا، ومش تغييره واحده، تغييرتين. نعم. وبالفعل الثلاثه اللي احنا اتفقنا عليهم كلنا ان احمد فتحي وجيرالدو ومروان لازم يكون فيهم تواجد الشوط الثاني. نعم. بس هو يعني بدا باحمد فتحي على حساب عمار، ودي كانت غريبه بالنسبه لنا، لكن عمار كان كويس. عمار كان كويس، بس احمد فتحي كان كويس قوي، واحمد طبعا مش محتاج كلام. لكن المفاجاه هي في جيرالدو. جيرالدو شغال كويس قوي، طلع وليد سليمان ولعب جيرالدو ناحيه الشمال ودخل. طيب. حسين، طريقه اللعب اللي اتغيرت طبقا للتغييرات دي يا ريت تشرح لي يا كابتن وليد، ده مهم جدا. الطريقه 4 2 3 1 ما اتغيرتش، لكن الافراد اتغيروا. بالزبط. يعني طلع وليد سليمان دخل حسين الشحات لقلب الملعب، ودي حاجه جديده على حسين شحات مع الراجل. لكن مش جديده على حسين نفسه، لعبها في مصر المقصه مع الكابتن ايهاب جلال كتير، لكن عملت رد فعل كويس قوي. عمل حاجه ذكيه جدا كمان، دخل احمد الشيخ ودخل اليو ديانج او حسام عاشور كراس حربه تاني، فبقوا قريبين قوي من 18. نعم. يعني هتلاحظ حتى في الهدف الثاني، بص يا كابتن، بص الشكل، احمد الشيخ ووليد ازارو وجيرالدو، وجاي من وراهم احمد الشيخ خد دور وليد سليمان. بالظبط. وجاي من وراهم ديانج، فهو قرب قوي. الشوط الاول كان بعيد احمد الشيخ وبعيد حسين الشحات. نعم. قربهم قوي الاثنين. نعم. طبعا هدف القرار فيه وعماد بقى يتكلم فيه اكتر، لكن قرار وليد ازارو ان انا عايز اعمل ثرو خبطت، راح واخد قرار بشماله، مش اي حد يثق في رجله الشمال العكسيه اللي هو ما بيلعبش بيها، لكن هدف حلو قوي رجع. نعم. وليد ازارو فتح الجيم بشكل كبير، ونزل مروان زي ما احنا قلنا، ولعب براسي حربه واشتغل بشكل كويس قوي. يعني ما جابلناش لقطه جيرالدو. كان بدا يتكلم عن جيرالدو قبل نهايه يعني كان نفسي يجيبوها، لان دي مهاره انا بشوف ان ده
يمكن لقطه الاسبوع كله اللعبه دي، لان مش هي مش لعبه استعراضيه. هو مش مساله واحد ليه وقف على الكوره فما استفدناش شيء او ده ماشي ايجابي. لا دي زي مثلا انك ترقص ترقيصه مجديه بس دي فيها مهاره شخصيه، يعني دي مش المهارات اللي بتبقى عند اللعيبه. يعني دي هو مؤكد ان هو يعني بيلعبها كتير عنده دي، لانه عملها بطريقه باذن الله جينا فرصه نشوفها. طيب لعبه مبدعه. اهميه تسجيل ازارو هدفين في مباراه زي كده مؤشرها ايه؟ لا يفتى وعماد متعب في اون سبورت. سؤالين لك يا كابتن عماد. السؤال الاولاني، كل التغييرات التكتيكيه اللي عملها النادي الاهلي ازاي واجهها فريق بني سويف؟ نمره 2، عوده مهاجم زي ازارو للتهديف حتى لو في المباراه مش مباراه صعبه جدا لكنها مباراه، والمباراه ازمت حتى الدقيقه 67، ماذا تعمل؟ نبدا بالسؤال الثاني. المهاجم بيبقى مهم جدا يسجل اهداف، وزي ما اتكلمنا في القصه دي اكثر مره مع حضرتك، ان لما المهاجم بتهرب منه او فتره من فترات ما بيسجلش اهداف الضغط بيزيد عليه طبعًا. بيبدا يتوتر، بيبدا قراراته ممكن ياخدها غلط علشان خاطر ان هو متوتر. مهم جدا ان انت لما يجيلك فرصه تحاول تستغلها. وليد ازارو النهارده بالهدفين اللي سجله الثقه بترجع، صحيح، الرصيد بيعلى، صحيح، الامور بتهدى بالنسبه للمهاجم بشكل كبير. يعني يمكن كنت بتكلم مع حضرتك على قصه مروان في ضربه الجزاء. انا واحد ما تعانيتش مع الكوره، لما الكوره تكون معنده معاك ما تعانيتش معاها، سيبها لحد ما تيجي لوحدها. يعني انت شايف ان فرضا انت حاسس ان الدنيا مش مظبطه معاك في الفتره الاخيره، فانت جات ضربه جزاء فبتقرر ان انت تسددها عشان ترجع لك الثقه. لا، بس هي لو ضاعت هتهرب الدنيا منك. انا دي وجهه نظري، ان انا بقدر الامكان اخد يعني احاول بقدر الامكان ابعد واشيل اي ضغط من عليا. انت نزلت النهارده في فرصه انك تسجل اهداف، اوكي، ما فيش فرصه. النتيجه والمباراه بقت مريحه خلاص، 2-0، الامور بقت هاديه، مباراه كاس، مباراه خلاص بقت مضمونه بشكل كبير جدا. الامور محسومه، سيبها لحد ما تيجي لوحدها، ما تسعاش للهدف، اسعى للهدف بالتمرين، اسعى للهدف بالاصرار، اسعى للهدف بالمحاوله، لكن ما تعاندش مع الكوره. طيب خلينا نروح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وهذا اللقاء مع الزميل حسن مغولي. طبعا مؤكد ان اللعيب الهداف لما بيجد نفسه ويحقق اهداف، وده حس مهاجم بحجم كابتن عماد متعب، يعني ركز على اهميه الاهداف دي بالنسبه مش للاهلي بقى، لوليد ازارو اللي نتمنى انه يرجع لهذه القدرات. وكنا نتمنى نتحدث لكن تنتهي مباراه كاس مصر بمفاجاتين، خروج جونه وخروج الانتاج امام مصر، اف سي مصر وابو قير، سماد ابو قير. دهمنا الوقت، كل التوفيق للأهلي بكرة أمام الهلال السوداني إن شاء الله. بإذن الله تعالى الأهلي يستطلع رؤية الهلال السوداني ويقدر بإذن الله تعالى يعود لدور الأبطال بقوة وفي هذه المجموعة عشان يواصل مسيرته نحو بطولته المفضلة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.